الخير. نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. من كام سنة ظهر مصطلح كده اسمه التربية الحديثة أو التربية الإيجابية. أول ما ظهر هذا المصطلح، الأمهات بقى الحديثة والأمهات الجديدة بتوع الزمن ده بدأوا ينتهجوا هذا النهج أسلوب في تربية أولادهم، لكن حصل نوع من الانشقاق ونوع من الخلاف ما بينهم وما بين أمهاتهم. بقى هم بيربوا أولادهم بطريقة، والجدة بقى اللي هي أمة الأم يعني بتبص لأولادها وتبص لأحفادها بطريقة مختلفة. دي عايزة تربي بطريقة ودي عايزة تربي بطريقة تانية خالص. المهم إن الأمهات الجداد مقتنعين بالتربية الإيجابية والتربية الحديثة، وبالمناسبة هي مناسبة لهذا الزمن وكلها فوائد بالنسبة للأبناء. يعني اللي تربينا عليه زمان ما ينفعش دلوقتي إن احنا نربي أولادنا عليه، لأنه الزمن مختلف، طريقة التربية مختلفة. احنا زمان كنا بنخاف من النظرة مثلا، كان يجي والدك يبص لك بصة بس انت تقعد في مكانك ما تتكلمش. دلوقتي انت تبص ما تبصش، هو اصلا يعني ما هو شايف انك بصيت له، يعني شايف ان دي نظرة عادية جدا، ممكن تكون متضايق شوية مش مشكلة، شوية والدنيا هتعدي. فالزمن مختلف وطريقة التربية مختلفة من جيل لجيل. في مثل عندنا بيقول ان كبر ابنك خويه، لكن امتى تخويه؟ دي نقطه مهمه جدا. انا شايف انه ابنك من اول ما يبتدي يفهم ويبتدي يعي ما حوله، يكون مثلا عنده 4 سنين 5 سنين، تبتدي انت هنا تبتدي تتكلم معاه وتصاحبه ومش عارف ايه والكلام ده كله. اول ما يوصل 10 سنين ده لازم يكون صاحبك، لان انت الفتره من 10 ل 13 سنه انت لازم تكون قريب منه جدا، لان هو بعد ال 13 سنه مبدئيا حتى لو كنت مربيه كويس جدا وقريب منه طول الفتره دي هو هيطلع شويه. فتره المراهقه معروفه ان هو هيطلع فيها. الجميل في الموضوع انك لو مربيه كويس هيرجع لك تاني بعد الفتره دي على طول. حقيقي. وانا طبعا انا ما عنديش ولاد، لكن انا لما قريت عن التربيه الحديثه انا بسمع عنها كتير، وزي ما شاذلي قال يمكن دي الحاجه اللي احنا بنسمعها كتير اليومين دول من كل ام جديده، يمكن تقعد تقول لك انا عايزه يعني اربي ابني بالتربيه الحديثه، ونلاقي في الناحيه الثانيه على جروبس بتاعه الماميز على السوشيال ميديا بيقولوا انا مش عارفه استخدم التربيه الحديثه وهبتدي اعنف الطفل. طبعا ده كان بيبقى اكيد هزار، وانه بيحاولوا على قد ما تقدروا ما يقدروا الامهات ان هم يتعاملوا ويتكلموا مع الاطفال والحاجات دي كلها، لكن مع الوقت بيحسوا ان هم طاقتهم نفذت. خلونا الاول نعرف كده مع بعض يعني ايه اصلا التربيه الحديثه. يمكن ده من الحاجات او المصطلحات اللي بنسمعها كتير قوي مؤخرا، لكن هل احنا فعلا فاهمين يعني ايه تربيه حديثه ولا لا؟ في الحقيقه احنا لو رجعنا لديننا هنلاقي ان هو ده اصلا اصل كل التربيه، انك يبقى في عدل وفي مساواه. زي ايه؟ ان انا اسمع الطفل، الانصات الجيد، ما بقاش قاعد يعني متربص له كده كل ما يعمل اي غلطه شفت انا قلت لك انت هتغلط، او مثلا ان انا الومه بدل من ان انا ادور معاه على الحلول. دي اكيد مش التربيه الحديثه. التربيه الحديثه هي ان يبقى في حب غير مشروط، يعني ما افضلش اقول لابني انت لو عمل انا هحبك او هبقى مبسوطه منك لو عملت كذا، لو صح، نجحت، لو جبت درجات حلوه. لا، مش دي التربيه الحديثه، او مش ده الصح اصلا. خلينا نتكلم التربيه بشكل عام. التجربه الذاتيه للطفل، لازم الطفل يبقى ليه تجاربه الذاتيه، ان هو يبقى بيتعلم من غير ما انا اقول له حاسب لا تقع، حاسب لا، سيبه يتعلم بنفسه، سيبه يقع، سيبه يقع مره، طالما مش خطر يعني، لان انت مش هتفضل معاه في طول الحياه. هيدخل مدرسه وهيدخل جامعه وهيروح الشغل
وهيتقابل مع ناس وساعتها هو هيقع، فسيبه يقع وهو صغير يتعلم من ده. الحوار والمسؤولية والاستقلالية، الابتعاد عن العنف والضغط اللي احنا ساعات كتيرة يمكن جيلنا تعرض له، مش عنف على قد ما هو كان طول الوقت فيه نوع من أنواع اللوم مثلا يعني. وطبعا الأجيال بتختلف والمفاهيم بتختلف، والنهاردة في تكنولوجيا يمكن أكتر وفي انفتاح للأطفال من سن صغير. يعني الطفل اللي عنده 10 سنين، ويمكن احنا كان معانا فقرة امبارح لطيفة قوي، عندنا أطفال 12 سنة و11 سنة خدوا جوائز وقادرين يوصلوا لمكانة عالية ويبقى عندهم وعي ومعرفة واطلاع. فالنهاردة الموضوع اختلف. امتى بقى أنا يعني لو عندي أولاد يبقوا صحابي؟ أنا من الناس اللي هحاول أعمل ده من سن يعني، وهم سنهم بدري قوي يعني، اللي عنده 5 سنين 7 سنين 8 سنين هبتدي أتكلم بنربيه لحد ما يفهم يعني، لحد ما يفهم مثلا يوصل لسن 10 سنين هو كده خلاص يعني، نحسسه أنه هو ناضج يعني. أنا حسسه في الوقت ده أنه خلاص بقى مدرك كويس وبقى ناضج، ودي حاجة كويسة. في نقطة كمان مهمة بس أنت، أنه إحنا لازم ندرك كأباء وأمهات أن في سن معين الأطفال ما بقتش أطفال حقيقي. في ناس بتفضل تتعامل مع الطفل على أنه ما زال صغير، ففي ناس بتاخد احدى او احد الطريقين، يا اما الدلال الزايد جدا ويفضلوا يعاملوه على انه طفل، يفضلوا يدلعوه بقى ما هو لسه صغير وبتاع، فيكبر متعود على الدلع ده ما يشيلش مسؤوليه. على الجانب الاخر في ناس بتعامل اولادها بشده وهم صغيرين، لما يكبر شويه بالمناسبه ما ينفعش. هو طبعا احنا رافضين الشده في كل الاحوال، لكن لو انت حتى كنت بتزعق له وهو صغير وبتوجهه، لما يكبر شويه هيبقى صعب الكلام ده. فانت لازم عليك ان انت تدرك ان هو لما يوصل لسن 10 سنين 11 سنه ان انت في هذا التوقيت ما ينفعش تعامله بنفس الطريقه اللي كنت بتعامله بيها زمان. ليه؟ لان هو نفسه نضج، هو نفسه عايز زي ما بنقول احنا كده رجليه شالته، فبقى فاهم كل حاجه، وهو متخيل يعني هو فاهم كل حاجه، بس عايز يجرب وعايز يعمل كل حاجه. ايه الميزه؟ ان هو يعني يسمع كلامك قدامك وانت قاعد وعمال تزعق له وتدي له توجيهات ونصايح، يسمع كلامك واول ما تدي له ظهرك يعمل اللي هو عايز يعمله. فبالتالي فعلا انت واجب على اي اب واي ام ان هم يصاحبوا ولادهم. انا زي ما قلت لك يا بسنت، شايف ان السن المناسب من 10 سنين لحد سن 13 او 14 سنه. من بعد 14 سنه ممكن يبقى متفاوت برضو يعني، طبعا بتختلف من طفل لطفل طبعا. 8 يعني. اكيد 12. لكن خليني اسالك، انت بنوتك عندها كام سنه؟ عندها 8 سنين ما شاء الله. انتوا صحاب جدا. بحاول دايما اقول لها انت يعني انت صديق يعني بقولها صديق الصدوق. هي بتقول انت صديق الصدوق، وانا كمان بقول لها انت صديق الصدوق. ربنا يخليك. فبحاول اقرب منها، لكن بالمناسبه هي برضو والدتها بتكون اقرب لها في حاجات كتيره جدا، في تفاصيل متعلقه باصحابها في المدرسه، لما بتيجي تحكي مثلا بموقف حصل في المدرسه، الميس ما اعرفش مين قالت ايه، كل الكلام ده هي بترفض ان هي تحكيه لي يعني، شايف ان انا بعيد عنه، مالكش دعوه انت بالموضوع ده. مالكش دعوه انت، احنا اصحاب في اللعب والهزار وحاجات كتير. هل بتخاف منك شوية ان هي تحكي لك اي حاجة انت حطت لها زي يعني رولز كده معينة او قوانين انه ينفع تعملي كذا وما تعملش كذا؟ ما عرفتش امشي في موضوع التربية الحديثة ده بمنتهى الامانة يعني. بحاول قدر الامكان، بحاول قدر الامكان ان انا امشي في موضوع التربية الايجابية والتربية الحديثة، لكن مش عارف، فانا سايب الموضوع لمامتها بصراحة. في الحقيقه يعني على كل حال بيبقى حسب البنت، بحسها بتبقى اريح شويه مع مامتها، لانه الام بيبقى عندها طول بال ان هي تسمع. الاب شويه لو سمع حاجه يمكن حتى لو فيها ده زميلي في المدرسه مش عارفه يبتدي يتعصب، فخلاص هو على ايه، خلينا مع الامهات هم اللي بيعرفوا يعملوا ده. كمان من الحاجات المهمه جدا جدا العواقب لا العقاب، ان انا اعرف الاولاد لو عملوا حاجه غلط انه هيكون في عواقب لده بس مش عقاب. يعني مش لازم انك لو عملت حاجه احنا متفقين ان هي ما ينفعش تحصل ان يبقى في دايما عقاب ليك، على قد ما العواقب بتاعه ده هيكون ايه. يعني انت لو نطيت من السور ده هيحصل ايه، بدل ما عاقبك لا انت هتقع ورجلك هتتكسر. فابتدي اتكلم مع الاولاد في سن صغير وافهمهم انا ليه بمنع ده، مش اللي هو كده وخلاص مفيش نقاش في ده، لا لازم نقعد ونتكلم ونفهم مع بعض. طبعا انا بقدر جدا انه مش كل الوقت كلنا بيبقى عندنا الطاقه دي، مش كل الوقت كلنا قادرين يبقى عندنا مساحه من التعبير او ان انا قادره اتكلم. معظم الامهات والاباء دلوقتي في شغلهم من الساعه 9 للساعه 5، فبيرجعوا البيت بيبقوا يا دوب مش قادرين يعني. فيمكن الوقت ده مهم جدا جدا ان احنا نديه لاولادنا حتى لو احنا مش قادرين وحتى لو طاقتنا خلصت. على كل حال
ده سؤالنا، وحابين نشارك مع حضراتكم يعني تجاربكم بقى الشخصية. لو أنت من الناس اللي بتهتم بالتربية الإيجابية، إمتى ابنك يبقى صاحبك؟ شاركونا بإجاباتكم، هنستعرضها إن شاء الله خلال حلقتنا النهاردة. السؤال ده موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين إجاباتكم. نصبح على حضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري، معتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وفي النهاردة أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة. في فرصة كمان لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، وكمان بيتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 19، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 23، أقل درجة حرارة في سانت كاترين 12 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوي. النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بكل تأكيد بتهم حضراتكم، لكن بنبدأ كالمعتاد من الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، واللي من أبرزها نفي الحكومة تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها. وأخبار معنا إيه تانية بسنت؟ كمان معنا نفي الحكومة توقفها عن سداد فواتير كهرباء المساجد وإلزام المصلين بسدادها، وأخبار تانية كتير هنستعرضها في سياق التقرير اللي جاي. امبارح كان في أخبار مهمة، أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه الأخبار المتداولة بخصوص تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة هو كلام غير صحيح. علشان كده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع هيئة قناة السويس ونفت الأخبار دي، وأكدت إن المنشور المتداول مزيف ولا يمت للواقع بأي صلة وغير صادر عن الهيئة مطلقاً. وشددت هيئة قناة السويس إن القناة هتظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وبتخضع لسيادتها المطلقة سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها. كمان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى الأخبار اللي انتشرت واللي بتقول توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة. المركز تواصل مع وزارة الأوقاف ونفت الأخبار دي، وأكدت إن وزارة الأوقاف هي المعنية بسداد كافة الفواتير الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين أو تحملهم أي أعباء أو رسوم مالية. الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة المعينين لتولي الوظائف القيادية بالقوات المسلحة، وده بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وده كان بقيادة الجيش الثاني الميداني. واللقاء ده بيجي في إطار سلسلة اللقاءات الدورية اللي بتقوم بيها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع أبنائها المقاتلين لتوحيد المفاهيم حول عدد من القضايا والموضوعات. وفي جولة في المحافظات معنا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، واللي كان أبرزها بدء مشروع إنشاء مجمع لمواقف السيارات بمدينة كفر الشيخ في محافظة القليوبية، كمان افتتاح 5 مساجد جديدة بتكلفة بتصل ل 6,955,000 جنيه بنطاق 3 مراكز في محافظة البحيرة. أيضا بسنت، من ضمن الأخبار اللي كانت موجودة في المحافظات أو الأحداث اللي حصلت في محافظات مصر امبارح، فحص 1,369 مواطن ضمن قوافل حياة كريمة الطبية في محافظة دمياط، وأخبار أخرى من محافظات مصر المختلفة هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة، أبرزها إن محافظة القليوبية بدأت أعمال إقامة مشروع إنشاء مبنى مجمع مواقف سيارات متطور لمدينة كفر شكر على مساحة 4200 متر مربع لحل مشكلة المواقف العشوائية وتقليل الكثافات المرورية بالمنطقة، وده بجانب إنشاء مبنى للإدارة الزراعية في مدينة كفر شكر. مديرية الأوقاف في محافظة البحيرة قامت بافتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز المحمودية
أبو حمص وكفر الدوار بتكلفة 6,955,000 جنيه، وده في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أعلنت عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتطهير البيارات على مدار الساعة لرفع العبء عن الشبكات اللي بتستوعب مياه الأمطار المتوسطة والغزيرة من يوم الاثنين اللي فات. مديرية الصحة في دمياط نظمت قافلة طبية شاملة في عزبة عرب السليمة بقرية الوسطاني التابعة لمركز كفر سعد، وده ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتضمنت القافلة عيادات متنقلة في كل التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وده وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة. وتم توقيع الكشف الطبي على 1369 مواطن، بالإضافة لتحويل 33 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات. محافظة المنوفية أكدت على توفير كل التسهيلات اللازمة لتعظيم دور مبادرة مشروعك، وده في إطار دعم خطة المحافظة في مجال تشجيع الشباب على العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واللي بتساهم في توفير فرص عمل مناسبة للشباب ودفع عجلة التنمية في المحافظة. مديرية الشباب والرياضة في محافظة الشرقية أعلنت انطلاق الأنشطة الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية بمشاركة عدد من شباب وفتيات قرى حياة كريمة بمركز الحسينية، وده إيماناً بحقيتهم في ممارسة الأنشطة الرياضية بمختلف أنواعها وجعل الرياضة أسلوب حياة. شركة القناة لتوزيع الكهرباء أعلنت إنشاء مبنى جديد لهندسة كهرباء الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، تماشياً مع المرحلة المقبلة والتنمية غير المسبوقة اللي بتشهدها المدينة بدعم كامل من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكدت مديرية التموين في محافظة الأقصر أنه تم صرف 79 مليون رغيف خبز بلدي مدعم بالبطاقات التموينية للمستفيدين بمعدل صرف يومي 2.6 مليون رغيف في اليوم من خلال 304 مخبز مدعم، وصرف كمية وصلت ل 4122 طن دقيق مدعم من مستودعات الدقيق بموجب البطاقات التموينية للمستفيدين خلال هذا الشهر. لو أنت من الناس اللي بتهتم بالتربية الحديثة، إمتى ابنك يبقى صاحبك؟ ده سؤالنا اللي موجود على منصاتنا المختلفة على السوشيال ميديا. دلوقتي ناخد مجموعة من التعليقات والإجابات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهاردة. أبو حبيبة رمضان بيقول صباح الخير يا مصر وصباح الخير على القناة الأولى، معاكم رضا رمضان من الإسماعيلية. أنا مع تجزئة التربية، يعني كل مرحلة ليها طريقة وأسلوب، أهم حاجة تعرف عقل الطفل. كلام مظبوط على فكرة، وهي قدراته. والجميل لو تعرف إن الطفل بيقلد كل حاجة يبقى الأفضل عمل كل ما هو جيد أمامه. فعلاً حقيقي. الأطفال في سن معين في بداية حياتهم بيتعلموا من تصرفاتك، من تصرفات الناس المحيطة بهم، وبالتالي أنت الأب والأم هم أقرب ناس للطفل في هذا السن فبيتعلموا منهم كل حاجة. أو يمكن الخبراء النفسيين لما بيجوا معنا هنا البرنامج دايماً يقولوا لنا أن الطفل من شهور لغاية سن 3 سنين بيبقى زي السفنجة، فبيلقط أي نوع من أنواع البيهيفير اللي قدامه أو التصرفات اللي بتحصل قدامه هو بيلقطها بيعمل زيها. كلامك مظبوط. أستاذة سناء محمد بتقول صباح الخير عليكم جميعاً، موضوع مهم جداً، التربية الحديثة صعبة، التكنولوجيا أثرت على الأولاد، ولكن بدء الصحوبية لأولادنا من بدري أفضل حاجة علشان نواكب الأفكار، أي حاجة ممكن يتأثر بيها. أنا يعني بتفق معاكي تماماً، أهم حاجة نكون معاهم لحظة بلحظة عشان نبقى قادرين حتى ان احنا نواكب التغييرات اللي بتحصل حوالينا، ونبقى فاهمين ايه اللي بيحصل، ما نبقاش فاكرين ان هم هيعيشوا نفس التجارب اللي احنا عشناها. طيب علي الجمل كمان بيتفق او ماشي في نفس السياق، لازم يكون في وقت ليهم حتى لا نتركهم للشارع يا ربي. احمد حسن بيقول العمر مش بالسن، الاهم انه يبقى شايفني صديقه واخوه قبل ما اكون اب. انا عندي بنوته ربنا يخليها لك، بس بقول لسه سنه، لما بتقولي ممكن أعمل حاجة بجيب لها لبن العصفور عشان كده بتحب تقعد معايا، بس لما بقول لا على حاجة بيبقى خلاص. المهم ما نعودش أولادنا على عناد، وده أخطر حاجة. عمرو نجم الدين بيقول صباح الخير عليكم، وأنا غير متزوج وما عنديش أولاد، لكن الإجابة في جملتين: تزوج مبكرا تنجب أبا في الشيخوخة. في شيخوختك انت يعني، مش في شيخ، يعني انا لو ربيت ابني صح وهو هيبقى اب ليا لما اكون في مراحل الشيخوخه، زي ما بنقول كده ابنك لما بيكبر هو اللي هيسندك او هتسند عليه، هتتعكز عليه، هو اللي هيشيلك. هعلمه طبعا عمره ما يقف عند شيء يكمل، وهو لازم يكون فاهم كل حاجه
ولازم يعاملوني مش باباهم لا صديق ليهم، فهكسبهم وهيكسبوني. حمادة زكي الصياد كمان بيقول التربية، بيصبح علينا الأول، بنصبح عليك. التربية الحديثة إنك لازم تصاحب ابنك وتعرف أفكاره وهو ناوي يعمل إيه في كل خطوة هو بيعملها، تعرف عنه أي شيء، بيمشي مع مين، بيروح فين، تسأله على خطوة كل خطوة بيعملها. حقيقي أنا معاك، لكن بتبينها بطريقة إنك صاحبه، مش بتسألها، إنك بتعمل تحريات عنه. يعني لازم إنك تفرق بين ده وده عشان ما يبقاش ان هو بيخبي عليك مع الوقت. كابتن عبد المعز بيقول صباح الخير عليكم وعلى مصر الحبيبه. اولا ازاي ابنك يبقى صاحبك لما يكون متربي تربيه صحيحه وحسن الاداء وحسن الخلق وحسن الدين وحسن المعامله، وتكون المعامله معاه تخليه يحبك كل ده وهو في سن 6 سنوات. أستاذة سلوى بهناسي بتقول من أول يوم بيبدأ يفهم أتعامل معاه كأنه صاحبي، فيكبر على فهمي يعني إيه نكون صحاب. أتفق معاكي تماما. علي فضل الله بسيوني بيقول صباح الخير يا مصر، صباح الخير على حضراتكم. وجهة نظري إن الأب يصاحب أولاده من البداية وليس في مرحلة عمرية، عشان أصعب مرحلتين أقل من 10 سنوات ومرحلة أقل من 20 سنة. المرحلتين دول فيهم عامل كبير جدا من التغيير في الانطباعات بالنسبة للطفل. يجب القرب من الطفل حتى يتخطى سن 20 من عمره، وأسأل الله الهداية والتوفيق والسداد، اللهم أمين. أستاذ أبو الكباتن تامر بيقول من محافظة إنا، بنصبح عليك. طبعا من سن 10 سنين كده بدأ في سن صعب، لازم بقى أتقرب منه وأعرف إيه اللي في دماغه وأوجهه على الصح. أنا عجبني أنه الجيل ده من الأبهات والأمهات عندهم وعي كبير، أنه دايما كانت يمكن الأم هي المسؤولة أكتر على الاطلاع على إزاي أربي الأولاد. دلوقتي شايفين أنه الأباء والأمهات الاثنين متشاركين مع بعض في فهم يعني إيه تربية حديثة، وفهم يعني إيه يربوا أولادهم بطريقة يمكن صحية ويصاحبوهم في سن كام. بس حتى لا ننفصل عن الواقع، يجب ان يكون الكلام ده متسق مع تصرفاتكم، لان احنا بكل امانه بنشوف تصرفات كثيره جدا من اباء وامهات لا تليق في هذا الزمن. فالناس اللي كاتبك الكلام حلو بالمناسبه، لكن واجب يكون ده اللي بيتطبق فعلا. طيب في علاء الدين بيقول صباح الخير عليكم، انا اولادي 15 سنه بعاملهم كاصدقاء واعرف مشاكلهم وحلها، اما مشاكل مدرسه فمن اول يوم لدخولهم المدرسه. عندنا في الحقيقة تعليقات كتيرة جدا، لكن احنا هنسيبها عشان نكمل بقية التعليقات في خلال الحلقة النهاردة. دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نتابع مع بعض أخبار الطقس بالتفصيل. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري، معتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشديد البرودة على جنوب البلاد، وفي النهاردة كمان أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة. في فرصة لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. أخبار الطقس إيه يا دكتور؟ صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك أستاذة بسام. صباح الخير على كل الشباب المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. احنا طبعا اليوم مكملين في التحسن والاستقرار في الاحوال الجويه واحساسنا بالاجواء الشتويه خلال فتره النهار وخلال فترات الليل، لان مصادر الكتل ما زالت كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فمنخفضه درجات حرارتها، بالاضافه كمان في امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبتحجب جزء من اشعه الشمس وبتحد من تاثير اشعه الشمس خلال فتره النهار. فاحنا بدايه اليوم فترة الصباح بنحس بالأجواء الباردة، مع تقدم ساعات النهار ودخول فترة النهار بنحس بالأجواء المعتدلة تماما على أغلب المناطق اللي موجودة في القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، يمكن المناطق الشمالية المطلة على البحر المتوسط بتكون فيها انخفاض في درجات الحرارة، في الأجواء عليها فترة النهار أجواء مائلة للبرودة، المناطق الجنوبية جنوب الصعيد أجواء مائلة للدفء داخل فترة النهار ومع وجود أشعة الشمس.
لكن اول ما اشعه الشمس بتغيب وبندخل فترات الليل بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه، خاصه كمان بيكون محسوس في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر. الصغرى خلال فتره الليل على القاهره الكبرى بتكون 9 و10 درجات، بعض المدن الجديده اقل من 10 درجات، محافظات شمال الصعيد وبعض المناطق كمان من جنوب الصعيد بتوصل ل 5 و6 درجات، وسط سيناء بتنخفض بتوصل احيانا للصفر. عشان كده بنقول اجواء فتره الليل بتكون اجواء بارده الى شديده البروده على اغلب انحاء الجمهوريه. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجوده في وسط سيناء وبعض المناطق كمان من شمال وجنوب الصعيد، بالفعل كمان في تكون للثلوج على مرتفعات سيناء وقمم جبال موسى وسانت كاترين، ففي انخفاض ملحوظ في درجات الحراره فترات الليل، بالاضافه كمان ان اليوم مع تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه متوقع يكون في فرص لسقوط الامطار ما بين الخفيف الى المتوسط على اغلب المحافظات المطله على البحر المتوسط، مرورا طبعا بمطروح، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. المناطق دي معرضه لسقوط امطار على فترات دي المناطق اللي هيكون فيها امطار معرضه، دي المحافظات اللي هيكون فيها امطار، لكن الامطار اليوم خفيفه المتوسطه، بعض المناطق ممكن خفيف ممكن تزيد عن الخفيف وتصبح متوسطه، مجملها ان شاء الله مش هياثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه. متوقع من غدا ان شاء الله نبدا نشهد بعض التقلبات الجويه، اما هيكون في نشاط لرياح على اغلب المحافظات الموجوده في الجمهوريه، نشاط الرياح ده في بعض المناطق خاصه المناطق المكشوفه هيؤدي لاثاره الرمال والاتربه، لان سرعات الرياح ممكن تتجاوز ال 40 كيلومتر على الساعة. فاحنا من غدا الاحد نبدا نشهد التقلبات الجويه، مع يوم الاثنين هيكون في نشاط للرياح لكن مش هيكون مثير للرمال والاتربه، لكن هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس، وهيكون في انخفاض في درجات الحراره ملحوظ بحوالي من درجتين لثلاث درجات، هتصبح العظمى على القاهره الكبرى ما بين ال 17 وال 16 درجه مئويه. فاحنا عاوزين ناخد بالنا من الانخفاض الملحوظ في درجات الحراره خلال الايام القادمه، فتره النهار وفتره الليل. كمان كميات الامطار هتزيد على المناطق الساحليه وتتحول لأمطار متوسطة وممكن تتقدم لبعض المناطق الداخلية. هايل، بنشكرك يا دكتور، كل الشكر ليك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبتدي بمحافظة القاهرة اللي العظمى فيها 19 والصغرى 9، أما العاصمة الإدارية الجديدة العظمى فيها 19 والصغرى 9، الإسكندرية 18 10 العظمى، في العلمين الجديدة هتكون 18 10، أما مطروح ف 17 10، دمياط 18 11، بورسعيد 19 10، الإسماعيلية 20 9. محافظة السويس العظمى فيها 19 الصغرى 10، العريش 19 10، سانت كاترين 12 3، طابة 20 11، حلايب 22 14، شلاتين 23 14، شرم الشيخ 22 14، الغردقة هتبقى 20 11. محافظة الفيوم العظمى فيها تكون 19 الصغرى 8، بني سويف 19 8، الوادي الجديد 20 6، أسيوط 18 5، سوهاج 19 7، إنا 20 8، الأقصر 20 7، أسوان 21 10. دلوقتي جه ميعادنا مع أهم الأحداث والأخبار اللي هتحصل النهاردة، ومنها أن نقابة الصحفيين هتحيي الذكرى الأولى لرحيل الكاتب الكبير ياسر رزق، ده غير مباريات اليوم الأخير لكاس ديفز للتنس، كمان الأهلي هيواجه سياتل الأمريكي في ربع نهائي مونديال الأندية. تعالوا نتابع الأخبار دي كلها في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتحيي نقابة الصحفيين الذكرى الأولى للكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، النقاب القدير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم ورئيس تحرير جريدة الأخبار ومجلة الإذاعة والتلفزيون وجريدة المصر اليوم السابق. النهاردة كمان هتبدأ مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تلقي طلبات التظلم لنتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول. النهاردة كمان هتقام 3 مباريات في اليوم الثاني والأخير لبطولة كأس دافيز للتنس بين منتخب مصر ومنتخب باراغواي. كمان النهاردة هيلتقي فريق النادي الأهلي أمام سياتل ساوندرز بطل قارة أمريكا الشمالية، وده في الدور ربع النهائي بكأس العالم للأندية الساعة 7:30 بالليل.
في شك ان عبقريه المصري القديم تخطت كل التوقعات. شفنا تقدم المصري القديم في الطب، في الفلك، في العلوم، ولسه لحد دلوقتي بيبهر العالم. مؤخرا زاد الكلام عن معبد دندره اللي بيشهد النهارده ظاهره فريده، وهي تعامد الشمس على مقصوره الولاده الالهيه. بس ظاهرة في الحقيقة استثنائية يا شاذلي، هيكلمنا عنها بالتفصيل ضيفنا اللي معانا على التليفون، الباحث أحمد عوض، باحث في الفنون والعمارة المصرية القديمة، ونعرف منه كده يعني إيه هو اللي بيحصل في معبد دندرة، فين مكانه، وليه يعني دلوقتي بنركز عليه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم جميعا. أهلا بحضرتك. يا أهلا بحضرتك. معبد بكل تأكيد مهم، مصنف المعبد رقم 5 في الآثار المصرية القديمة، هو رقم 5. هو احنا بنتكلم في 7 عجائب للآثار المصرية القديمة، فمعبد مازال محافظ على رونقه ومحافظ على ألوانه ورسوماته حتى هذه اللحظة. عايزين نتكلم مع حضرتك في البداية عن المعبد، من الذي قام بتشييد هذا المعبد ومكانه كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم عن بناء المعبد، وده من الشواهد الأثرية كان نقدر نرجح ان هو ابتدى مع الأسرة الرابعة في عهد الملك خوف، ولكن بعض الأثريين كانوا يشككوا في هذا الطرح. انما بالنسبة للمسلمات الأثرية العامة، وان هذا الموقع الأثري بمحافظة إنا كان على مدار الأزمنة في مصر القديمة ذو قدسية خاصة واهتمام خاص من المصري القديم، وبالتالي هو شهد أكثر من بناء في هذا المكان، كلها أبنية طبعا خاصة بالمعبودة حتحور التي قدست في هذا المكان. ولكننا نقدر نقول ده على مر يعني من الدولة القديمة والدولة الوسطى والدولة الحديثة، ولكن نقدر نقول أن المعبد الموجود حاليا قد تم بناؤه في عهد البطالمة، خاصة من سنة 54 على يد بطليموس الثاني عشر. الظاهرة اللي احنا نتحدث عنها النهاردة، وهي ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة الولادة الإلهية الخاصة بمعبد دندرة، وهي مقصورة خارجية. المقصورة الخارجية هي بنيت في عهد العهد الحكم الروماني في مصر القديمة، وخاصة برضو بعض الشواهد الأثرية ترجح أن من بدأ ببنائها هو الإمبراطور أغسطس. الشاهد في هذه الظاهرة أنها ظاهرة فريدة من حيث المشهد والمعنى. المشهد ان احنا عندنا تعامد الشمس الـ 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 في المقصورة بينصب على اشعة الشمس زي ما حضراتكم شايفين في الصور على باب، تشكيل لباب وهمي او منحوت بارز كده عن الجدار. هذا الباب الوهمي يحمل 3 شموس مجنحة ويعلوها صفة من الكبرى المتواجدة بتاج الشمس. من حيث المعنى، فإن هذه المقصورة خاصة بطقوس الولادة الإلهية للملك مصر في مصر القديم. ليها طبعا مرجعيات من الدولة الحديثة، ولكن البيت الولادة كبيت ولادة يعني أشهر بيوت الولادة هو هذا البيت الملحق بمعبد دندرة. طيب دكتور احمد، انا عايز اسال حضرتك سؤال، لانه احنا كمان عارفين انه الشمس بتتعامد على وجه الملك رمسيس، فالتعامد ده لما بنشوفه ده محتاج علم بالفلك وعلم باصول زوايا كمان وحسابات زوايا الانحراف. ازاي المصري القديم قدر ان هو يبقى عنده العلم ده والمعرفه دي، وازاي يعني الظاهره دي قدروا يعملوا مواعيد ليها كل سنه؟ طيب المصري القديم كانت مش بس ذو براعة وعلم أصيل في هذا الموضوع أو في مجال الفلك، لا هو كمان كان فريد في تطبيقاته للعلوم ديت، وإزاي أنه كان بيستغلها في
يعني معتقداته الدينية وفي حياته العامة. خليني أقول لحضرتك مثال على ذلك. إحنا بنستعجب إلى اليوم كيف تم بناء الأهرامات أو غيرها من المعابد في بدون يعني أخطاء هندسية على الاتجاهات الفلكية أو الاتجاهات الجغرافية محددة. المصري القديم كان بيقدر ان هو بتقنيات بسيطه جدا انه يستخدم ده، وهي على سبيل المثال استخدامه لظل اوتاد خشبيه من في اوقات معينه لتواجه مسار شروق الشمس، بمعنى انه لو عايز ان هو يعمل خط على اتجاه الشرق الغرب الحقيقي فهو يدري بتمام الدرايه والعلم وقت شروق الشمس وقت الاعتدال سواء الخريفي أو الربيعي اللي هو وقتها الشمس بتشرق فعليا من على اتجاه الشرق. فحين ودي عندنا الشواهد الأثرية بأن هو إزاي كان بيستخدم أوتاد خشبية في تأسيس أو شعائر تأسيس المعابد والأهرامات، وبالتالي ظل هذا الوتد يقدر يرسم له خط على الأرض من المحدد على اتجاه الشرق الحقيقي بدون اي اخطاء. وانا مش عايز اقول يعني حضراتكم ان احنا لو بالوتد كما هو شاهد في الشواهد الاثريه بطول متر ونص يقدر يتجاوز ال 50 متر في الظل على الارض وقت شروق الشمس وقت الاعتدال الخريفي او الربيع اللي هو وقت شروقها من على اتجاه الشرق الشرق الحقيقي، وهو بذلك يقدر ان هو يقدر يبني او يرسم هذا الخط على الارض بدون اي اخطاء هندسيه. فالفكره انه عنده علوم نظريه عايز اقول يعني عميقه جدا وفي الفلك وغيرها وفي الطب وغيرها وغيرها، هو بيقدر المصري يستخدم هذه العلوم أو العلوم النظرية بتطبيقات عملية بسيطة جدا ولكنها في غاية البراعة يعني عايزين نقول والعبقرية. طيب دكتور أحمد، إمتى اكتشفنا هذه الظاهرة ومين اللي اكتشفها؟ ده كان ظاهرة تعامد شمس على مقصورة الولادة في بندرة. ده كان بحث ليا في شاركت بيه في المؤتمر الدولي لكلية آثار في جامعة القاهرة في 2015، وخدت كان قبلها عملية الرصد الظاهرة الموافقات الرسمية من اللجنة الدائمة في وزارة الآثار. كل الشكر لحضرتك. طبعا بكل تأكيد هي ظاهرة تستحق التركيز عليها للترويج للسياحة في معبد دندرة. شكرا جزيلا دكتور أحمد عوض المتخصص في فنون وعمارة مصر القديمة. لحد دلوقتي لسه منزل ريا وسكينة في الإسكندرية بيستقبل الزوار اللي عايزين يتعرفوا عن قرب عن حكاية ريا وسكينة اللي أصبحت جزء من التاريخ المحلي. بكل تأكيد يا بسنت، يعني مزار لكل حد بيروح إسكندرية. كمان تم توثيق هذه القصة من خلال الكتب والروايات اللي تحولت بعد كده إلى مسرحيات ومسلسلات تلفزيونية. قصة ريا وسكينة أصبحت جزءا من التاريخ المحكي الذي تتناقله الأجيال بمدينة الإسكندرية وفي مصر كلها. حكاية ريا وسكينة الذين قتلوا 17 سيدة في عشرينيات القرن الماضي لسرقة مجوهراتهم استحوذت على مخيلة الكتاب والروائيين الذين وثقوا القصة ووضعوها في قوالب أدبية في الكتب والروايات التي تحولت فيما بعد إلى مادة للترفيه في المسرحيات والأفلام والمسلسلات التلفزيونية. في حي اللبان بالإسكندرية تحول أحد المنازل الثلاثة التي اعتادت ريا وسكينة قتل الضحايا ودفنهم بها إلى مزار لجذب الزوار الفضوليين الراغبين في تفقد المنزل الذي شهد عمليات قتل وحشية. متولي محمد عبد العال يأخذ الزوار في جولات لشرح تاريخ المكان. ده أول بيت سكنت فيه سكينة لما جت من كفر الزيال، موتت هنا ثلاثة. بعد كده نقلوا راحوا حارة اسمها حارة النجا، موتوا فيها اثنين. بعد كده نقلوا في شارع علي بيك كبير البيت اللي كان فيه 12 ضحية، الثلاث بيوت موتوا فيهم. هنا
كراكون اللبان، هم كانوا ساكنين في ظهر الكراكون. احنا كأهل المنطقة بدأت ناس تجيلنا من بره، فهو كل اللي بيجي عايز يشوف البيت وصورهم. على قد ما قدرنا جبنا الصور دي وحطيناها في البيت على باب البيت زي ما انت شايف كده. سكان المنطقة حولوا واجهة المنزل المتهدم إلى معرض لصور الأختين وأزواجهم وأمر الإعدام الصادر من المحكمة وتذكارات أخرى. الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري. أهلاً بكم. اختتمت في العاصمة المجرية بودابست أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني التي عقدت للمرة الأولى منذ 4 سنوات بسبب تداعيات جائحة كورونا والتحديات العالمية. بحث خلال أعمال اللجنة ممثلو أكثر من 20 جهة وطنية وشركات من القطاع الخاص والمستثمرين، بحثوا جميعهم مجالات التعاون المقترحة. هذا وأكدت وزارة التعاون الدولي أن انعقاد اللجنة يأتي تمهيداً لزيارات رفيعة المستوى من قبل الجانب المجري لمصر خلال الشهر الجاري، وذلك لدفع سبل التعاون في المجالات ذات الأولوية، لافتة إلى نجاح انعقاد منتدى الأعمال المصري المجري. تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 وسط إقبال كبير على زيارة المعرض. هذا وحقق معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا غير مسبوق خلال اليوم التاسع، حيث تخطى عدد مرتديه 500,000 زائر، ليصل عدد رواده لقرابة 2.5 مليون زائر حتى الآن، ذلك منذ فتح أبوابه للجمهور في 26 من يناير الماضي. تعقد إدارة منتدى شباب العالم اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النسخة 5 من منتدى شباب العالم، وذلك بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبية. قالت إدارة المنتدى في بيان إن ذلك يأتي استكمالا لسلسلة من النجاحات المحققة على مدار 4 نسخ أثبت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة جميع القضايا التي تشغلهم، ولخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات في إطار فريد أهم ركائزه السلام والإبداع والتنمية. أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة للصين بعد رصد منطاد مراقبة صيني يحلق في سماء الولايات المتحدة، فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه انتهاك واضح للسيادة الأمريكية. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي نظيره الصيني وانغ يي أن تحليق منطاد مراقبة صيني فوق الولايات المتحدة عمل غير مسبوق. ومن جانبه صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أنه بعد المشاورات مع شركائنا في الوكالات وكذلك مع الكونغرس تم الاتفاق على أن الظروف ليست مناسبة في الوقت الحالي ليسافر بلينكين إلى الصين. قالت باريس إن إيطاليا ومعها فرنسا تضعان اللمسات الأخيرة على محادثات فنية لتسليم مشترك لنظام الدفاع الجوي سامتي مامبا إلى أوكرانيا في ربيع عام 2023. يمكن للنظام تتبع عشرات الأهداف واعتراض 10 في وقت واحد. وذكر بيان لوزارة الدفاع الفرنسية بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الفرنسي سباستيان ليكورنو ونظيره الإيطالي جويدو كريستيو إن هذا يسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها ضد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات الروسية من خلال تغطية جزء كبير من الأراضي الأوكرانية. جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التأكيد على ضرورة محاسبة من أجرم في حق الوطن تلبية لمطلب الشعب التونسي. خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن أكد الرئيس التونسي أهمية إجهاض ما وصفها بالمحاولات اليائسة في افتعال الأزمات في البلاد، وأن تتولى كافة الجهات المعنية في الدولة تحمل مسؤولياتها.
قال متحدث باسم الشرطة في نيجيريا إن ما لا يقل عن 41 شخصا قتلوا عندما اشتبك مسلحون مع جماعة أهلية من المتطوعين الذين يقومون بأعمال حراسة في ولاية كاتسينا بشمال البلاد مسقط رأس الرئيس محمد بخاري في أحدث أعمال العنف قبل الانتخابات الرئاسية. قال المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا إن عصابة مسلحة هاجمت قرية في منطقة باكوري في الولاية وهربت بالماشية والأغنام إلى الأدغال، وأضاف أن جماعة أهلية محلية احتشدت ولاحقت المسلحين مما أدى إلى الاشتباك. نهاية الموجز، نعود استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد، وخلونا دلوقتي نبتدي مع بعض موجز الأخبار الرياضية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! ومن ناحية تانية، السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أكد أن الفريق مستعد بقوة لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة التانية من منافسات كاس العالم للأندية، وقال أن كل اللعيبة مركزة جدا ومواجهة سياتل هتكون صعبة لأنه منافس قوي وبيمتلك عناصر من أصحاب المهارة، وده لأن عناصر الفريق من أمريكا الجنوبية. وقال كمان أن فريق الأهلي بيتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم في الموسم. منتخب مصر الأولمبي حقق الفوز على منتخب الجابون بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على استاد الدفاع الجوي في إطار استعدادات المنتخب للقاء زامبيا ذهابا وعودة في الجولة الثالثة المؤهلة لكأس العالم الأفريقية للأمم الأفريقية تحت 23 سنة، ودي البطولة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024. قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة أسامة نبيه الانتظام في معسكر مغلق قبل مباراة فاركو الجاية في الدوري الممتاز ب 24 ساعة. هيسافر فريق الزمالك الإسكندرية بكرة عشان ينتظم في معسكر مغلق استعدادا للمباراة اللي هتتلعب بعد بكرة. المنتخب الوطني للتنس اتعادل مع منتخب باراغواي بنتيجة 1-1، وده ضمن لقاءات الجولة الفاصلة للبقاء في المجموعة العالمية الثانية في كأس ديفيز للتنس واللي بتتلعب على ملاعب نادي الجزيرة. فريق النصر السعودي تعادل مع فريق الفتح بنتيجة 2-2 في المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ده ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين. سجل كريستيان تيلو هدف التقدم للفتح في الدقيقة الـ12 من المباراة، وبعدها سجل أندرسون هدف التعادل لصالح النصر في الدقيقة 42، وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف لكن الحكم لغاه بداعي التسلل. في الشوط الثاني سجل الجزائري سفيان بن دكة هدف رائع لصالح الفتح في الدقيقة 58 من زمن المباراة، وسجل النجم كريستيانو رونالدو هدف التعادل مع ضربة جزاء في الدقيقة 83. جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني أعلن غياب لاعب الفريق السنغالي ساديو ماني عن مواجهة الذهاب قدام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.
فريق تشيلسي الإنجليزي تعادل سلبياً مع فولهام في مباراة لعبت على ملعب ستامفورد بريدج في افتتاح منافسة الجولة 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي، وبالنتيجة دي بيتواجد فريق تشيلسي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، وفولهام في المركز السادس برصيد 32 نقطة. فاز الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد بجائزة أفضل لاعب في شهر يناير اللي فات في الدوري الإنجليزي الممتاز عن تألقه على مدار الشهر في كل المسابقات. نشرت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان رسمي على تويتر أعلن فيه عن فوز راشفورد بجائزة أفضل لاعب بعد تصويت الجماهير. بكده تكون خلصت نشرتنا الرياضية، نرجع نكمل باقي فقراتنا مع حضراتكم، ونروح دلوقتي للسودان واللي فيه سوق في أم درمان مشهور جدا بالحرف والمشغولات اليدوية، والعمال اللي بيشتغلوا في الصناعات دي بيعتزوا جدا بالحرفة بتاعتهم، بيعيدوا أحياء المشغولات التراثية المرتبطة عندهم بمناسبات مختلفة. خلونا نشوف إزاي في سياق التقرير اللي جاي. في سوق الحلي بأم درمان في السودان يشكل الحرفيون المعادن بمهارة على شكل أقراط وقلائد وأساور بزخارف تقليدية من الثقافة القديمة. وقال عبد الحسيب محمد وهو صانع حلي سوداني: هنا تباع كل أشكال الحرف التراثية التي تعودنا عليها في كل المناسبات. الآن إحنا ننبعه، بعد ما ننبعه هنا في الجالي منقصه يطلع معانا الآن مقاسات. هسه اندثرت بقت، يعني بقى الشغل بقى جاهز، والشغل بقى بيجي من الخليج وبيجي من الايطالي والحاجات دي. طب الشغل ده، الشغل ده بقى يعني في حاجه بسيطه ما كتير. نسرين عمر سليمان كوكو مصممة ديكور وصاحبة معرض حلي، ورغم أن الحلي السوداني المصنوع يدوياً سمة تقليدية لحفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، إلا أنه يواجه الآن تحدياً بسبب الوضع الاقتصادي وتدفق البضائع المستوردة، مما أدى إلى خفض عدد الأشخاص الذين يعملون في هذه الحرفة. السودان بلد غني بتنوع الثقافات، نحن بنمتلك حضارة وثقافة عمرها أكثر من 7000 سنة، تاريخ للفنون والحلي للكنداكات السودانيات عمرها أكثر من 7000 سنة. كثير من الحلي السودانية أو المروية القديمة أخذت شكل الهلال. واشتهرت الثقافة القديمة التي ازدهرت على الضفة الشرقية لنهر النيل في شمال الخرطوم بالأعمال الحرفية الرائعة والمشغولات اليدوية. النادي الأهلي النهاردة عنده مباراة مهمة جداً في كاس العالم للأندية، هو مباراته الثانية مع نادي سياتل ساوندرز الأمريكي، ده بعد فوزه على أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية والأداء الرائع اللي قدمه النادي الأهلي في هذه المباراة. إزاي الأهلي يعبر مباراة سياتل الأمريكي عشان يتأهل لنص نهائي المونديال؟ هل في أوراق فنية معينة هيعتمد عليها مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي؟ تفاصيل كتيرة قوي بس أنت عايزين نعرفها في المباراة، خصوصا أن احنا نفسنا نشوف الأهلي بيقابل ريال مدريد. في الحقيقة الأهلي بيقدم يعني مباريات ولا أروع وعالمي فعلا. عايزين نعرف يعني هل الأهلي بيمتلك الأوراق الرابحة اللي يقدر من خلالها حسم المباراة؟ زيك يا عفيفي منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير بسنت هانم، صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. في بدايه يوم ان شاء الله يكون في تفوق مصر جديد باسم النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. النادي الاهلي مستعد لهذه المباراه؟ مستعد كويس قوي، ومستعد ذهنيا كمان افضل من فنيا. طبعا فنيا هي الاساس في كل حاجه، ولكن ذهنيا اللعيبه بتهيئ بشكل حلو قوي. فكره انه ما ثقش ثقه زياده وما احترمش الفريق اللي قدامي احترام بزياده فيخليني متراجع على ارض الملعب، وده اللي حصل في المباراه الاولى امام اوكلاند سيتي النيوزيلندي، وكان في احترام مدروس محسوب حتى لما لعب بثلاثة في نص ملعب مارسيل كولر هذا السويسري المدير الفني للنادي الأهلي، فإنه حجم فعلا مصادر الخطورة اللي بتشكل خطورة مع الفريق النيوزيلندي، فقدر أنه يعمل ستارة تقفل عليهم كل مصادر الخطورة الهجومية بتاعتهم، وبدأنا أن احنا نلعب بشكل تكتيكي ذكي مع استخدام مجموعة من اللاعبين المميزين قوي اللي بدأوا يحلووا قوي فنيا في الفترة الأخيرة بما فيها مباراة بطولة اديتهم نقلة تانية ذهنية وبالمستوى الفني عالي، هي مباراة نادي الزمالك.
فوز على الزمالك بالثلاثة ادى ثقة اكبر كبطولة مختلفة للنادي الاهلي انه يروح كاس العالم للأندية بشكل رائع جدا. حال حمدي فتحي على سبيل المثال اصبح هو الجوكر على ارض الملعب، فكرة انه استخدمه دفاعيا موجود، بدنيا شايل، هجوميا شغال، وتحرر من خلاله لما بيرجع يدافع عمرو السولية. وعندك واحد مسمار في نص ملعب زي اليو ديانج، هذا الدبابة المالية، فانت مأمن دفاعيا مأمن هجوميا وتقدر ان انت تشتغل شغل تكتيكي مدروس ومحسوب مع ارتفاع الكيرف الفني بالنسبة لمحمد شريف وعودته للتهديف. ذهنيا الى حد ما بدأ يرجع لمستوى مرغوب مطلوب فيه، بيسجل في كل الاحوال، وده الاهم بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. البودا اللي كمان بيبقوا عايشين في المباراه زي كهربا وزي تسجيل بيرسي تاو مهم جدا مع عودته وثقه مارسيل كولر انه ينزله في المباراه اللي فاتت. المنظومه العامه بشكل عام الحاله حلوه، يعني ممكن نتكلم عن ليفربول محمد صلاح ممكن يكون حلو قوي لكن الحاله العامه وحشه فبيتجر لتحت، لكن الاهلي الحاله العامه كويسه مع اللعيبه كمان كويسه، فنقدر ان احنا نقول فريقنا قادر على الوصول لنصف النهائي ومواجهه المرينجي في السيمي فاينل. لكن خليني اقول لك يا عفيفي كمان انه هل ممكن يكون في اي نوع من الضغط على اللعيبه، بان احنا دايما بنقعد نفكر في اللعيبه من الفريق الثاني ان هم من امريكا الجنوبيه، هل ممكن ده ياثر سلبا على اللعيبه ولا احنا جاهزين تماما؟ سياتل ساوندرز هو فريق، هو بطل الولايات المتحده الامريكيه، امريكا الشماليه، وبطل كونكاكاف امريكا الشماليه والوسطى، لكن عنده زي ما قلتي بالظبط محترفين كثر من امريكا الجنوبيه بس مش الفئه الاعلى. عارفين مين هنا الولد المحترف في النادي؟ برونو سافي، من نفس فئته كده، اللي هو ايه، برازيلي مش اصلي، يعني ما يخوفوش كده يعني ما يخوفوش قوي، ما يخوفوش قوي. فريق انا شايف انه من اكتوبر اللي فات ما لعبش اي مباراه رسميه، وعمل معسكر في اسبانيا، خاض مباراتين امام فرق مش من الفرق العاليه، تعادل في مباراه وخسر في مباراه امام فريق سويدي وامام فريق افتكر كان من 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 الدنمارك اتذكر، فرقتين مش عاليين، اتعادل في مباراه وخسر في مباراه في معسكر اسباني. من اكتوبر اللي فات ما خدش اي مباراه رسميه. مجموعه اللاعبين اللي موجودين فيه انا مش عايز اقلل من قيمه هذا الفريق الامريكي، لانه دايما اي فرقه جايه من الولايات المتحده الامريكيه بدنيا بتكون عاليه، والكلام اللي اتقال من مدرب الفريق النيوزيلندي نفس الكلام اللي تقريبا بيتقال من الكوتش بتاعهم براين شميزر، هذا الكوتش اللي مستقر معاهم منذ 2016. فكره ان انا بلعب بدون ضغوط، انا ايه اللي يجبرني ان انا اضغط في مباراه المفروض والطبيعي ان بطل افريقيا واللي حاصل على برونزيتين اخيرتين في كاس العالم للانديه هو اللي ليه الحظوظ الاكبر. الناحيه الثانيه بقى فكره ان اتعامل مع الكلام ده ازاي، ده كان عالي قوي من مارسيل كولر والجهاز الفني للنادي الاهلي، وجود شخصيه زي الكابتن محمود الخطيب كرئيس للنادي الاهلي، هو رئيس البعثه وبيتكلم مع اللاعبين، ف ليجند اسطوره، حد بيتكلم معاهم فكره انه انا مش بتعامل معاك رئيس نادي، بتعامل معاك عن طيب خاطر كده، عن انه احنا مع بعض، احنا في ظهر بعض. دي بتدي تعامل مختلف للاعبين، انه لا انا ما احترمش الفريق ده بشكل فيه زياده ولكن احترمه تكتيكيا على ارض الملعب. انه ما ثقش ثقه زياده انه الفريق ده ما لعبش بقاله كتير، وانه فنيا انا حتى شفت بعض من لقطات المباريات اللي خاضها الوديه، لا لا لا، فريق المفروض النادي الاهلي مستوى بعيد عن المنافسه، ما اقدرش اقول بعيد عن المنافسه، لانه في المباريات اللي زي دي ونوك اوت وخروج مغلوب وممكن يعمل مفاجاه، لكن تتعامل مع المباراه زي لو انت صاحي على ارض الملعب وتقدر تخلص الفرص، الاهلي قادر على انه يخلص من الشوط الاول باثنين مثلا ولا حاجه، ويبدا يلعب في المباراه يجرب اطر تكتيكيه ويجرب لاعبين ياخدوا ثقه قبل مباراه نصف النهائي، بس الاهم ما يفكروش في مباراه ريال ما قبل هذه المباراه، ده اللي بيحاول يعمله مارسيل كولر ما قبل مباراه اوكلاند سيتي ايضا النيوزيلندي، وما قبل مباراه ساوندرز هذا الامريكي، في فكره انه لا احنا لازم نفكر كل مباراه على حد ده، الفكر الاحترافي الحقيقي، لانه الاهلي كبير والاهلي مش صغير ويقدر يغير خريطه العالم في عالم كره القدم من خلال كاس العالم للانديه. عظيم جدا. عايز اتكلم عن اداء بعض اللاعبين، يمكن انت اتكلمت بس في عجاله في البدايه عن اداء بعض اللاعبين في النادي الاهلي اللي فاقوا، وبقى يقال هذا اللاعب لاعب مونديالي وهذا اللاعب على الرغم من انه في الدوري لم يكن موفق خلال الفتره اللي فاتت، من ضمنهم طبعا حسين الشحات. صحيح، بكل تاكيد جماهير النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت ما كانتش راضيه تماما عن اداء حسين الشحات، لكنه حسين الشحات في المونديال مختلف وعملها مع العين الاماراتي حتى قبل كده، يعني حتى في المونديال، وبالمناسبه للمفارقه ما حدش اتكلم فيها انه حسين الشحات وصل لفاينل نهائي كاس العالم للانديه افتكر مع العين الاماراتي كان قدام ريال مدريد اخر نسخه شارك فيها الريال، ففكره انه وسجل كمان، يعني فكره انه في كده حاله حلوه انه ممكن كمان مره حسين ان شاء الله يسجل ان شاء الله، ومع الاهلي كمان ومع الريال كمان، ففكره انه في حاجه حلوه كده تكون موجوده. حسين الشحات تطور زي ما بقول الحاله العامه بالنسبه للنادي الاهلي بعد الفوز على الزمالك، ادت كريدت اكبر لما هو قادم بالنسبه للنادي الاهلي، فكره انه انا طالع من الدوري مرتاح، جمهور الاهلي كان ضاغط على لاعبي النادي الاهلي علشان فقدان الدوري في مرتين متتاليتين، فانه تخرج لكاس العالم للانديه وانت مرتاح
بنقولها كده في الدورات الاوروبيه بطل الشتاء، هو مرحله الذهاب ذهبت للنادي الاهلي حتى وان غايب في جولتين بيتلعبوا دلوقتي. ففي راحه مع عوده بعض اللاعبين مع انتهاء بعض المشاكل بالنسبه لكهربا على سبيل المثال ومشاركته حتى وان كان ببطاقه مؤقته. فانه لا انا عندي مجموعه من اللاعبين عايزه تاكل النجيله بلغه كره القدم، انا عايز اعمل حاجه، عايز اثبت لجمهور الاهلي. حتى محمد مجدي قفشه في مباراه من المباريات عندما سجل خد القميص وحطه على راسه وراح للجمهور في استاد المقاولون العرب وقال لهم انتوا على راسي انا بعتذر لكم. فالشكل العام بيقول انه مجموعه اللاعبين حتى محمد مجدي قفشه لما نزل في المباراه الاخيره امام اوكلاند سيتي، دايما انا بقول محمد مجدي قفشه كبديل ما بيضيفش. لما نزل بدا يغير لانه اتغيرت له الطريقه، بقت 4 2 3 1 ففكره انه بقى صانع العاب وبدا يتاقلم على ده فكره انه انا مش اساسي. فمارسيل كولر بدا يطور مجموعه اللاعبين اللي موجودين بما فيهم زي ما قلنا بيرسي تاو انه يسجل له حتى وهو بيحتفل الاحتفال بتاعه، لكن كان متنرفز ومتضايق لانه انا عايز اخرج حاجه. كان باين كان باين اه لانه تقريبا ما احتفلش غير مره واحده تقريبا بهذا الاحتفال في قبل كده صعب يعني مره واحده يعني كان بعيد وكان اصاباته كتير وكمان كان مستبعد من قائمه المنتخب الجنوب افريقي الاول لانه ما بيشاركش مع النادي الاهلي، وده كمان اتقال كتير انه لازم اللاعب يشارك. فطبعا النادي الاهلي رد قال دي امور فنيه احنا ما نقدرش ندخل فيها، فانه لا انت محتاجه النادي الاهلي محتاجه. كان في غيابات كتيره ما تسرعش النادي الاهلي في عودتها وكنا اتكلمنا فيها ما قبل مباراه النادي الزمالك، لكن قدر ان هو يلاقيها بما فيها محمد عبد المنعم مدافع صلب مدافع بيذكرنا بتالقه مع منتخب مصر في امم افريقيا 2022 في بدايتها بمسمى 2021 في الكاميرون. وبمناسبه الكاميرون في لاعب موجود هو نوهو تولو الظهير الايسر بتاع فريق سياتل ساوندرز الامريكي، ده شارك قدام منتخب مصر لو نفتكر في مباراة كأس الأمم الأفريقية في نصف النهائي وفي سكة مصر نحو النهائي وخسارتنا أمام السنغال. لكن الولد ده خطير جدا من الجهة اليسرى أنه بيطير ودايما بقول حتى يطير يسهل حاجات كتير هجوميا. العين النهاردة على محمد هاني، محمد هاني لازم يكون في حالته زي ما كان في المباراة اللي فاتت، لازم يكون في حالته ولازم لعب نص الملعب. التلاتة اللي هيلعبوا في نص الملعب مش هيبقى فيه تغيير بالمناسبة في التشكيل وده على الأغلب بالنسبة لمارسيل كولر والنادي الأهلي أنه لعب نص الملعب يدعم محمد هاني لأنه الطرفين او الباكين تحديدا لما بيطيروا بيخدموا بشكل مختلف. هي دي النقطة هجوم. يمكن كولر بيعتمد على حد زي مثلا مؤخرا يعني على حمدي فتحي ان هو يكون ورقة رابحة ليه بيكمل معاه مع اللاعبين المهاجمين. يعني كمان اتكلمتوا شوية على تاو، هل ممكن كولر يفاجئنا ويلعب بتاو كهربا يبتدي بيهم المباراة؟ يعني هو نهى بيهم المباراه اللي فاتت، هل ممكن يفاجئنا ويبتدي بيهم المباراه الجايه؟ ما اعتقدش في هذه المباراه يخاطر من البدايه. ليه بقى؟ لانه عايز يلاقي الايقاع في البدايه. اللعيبه اللي ابتدت المباراه اللي فاتت عرفت تلاقي نفسها وفاهمه بعضها وعارفين يعملوا المرونه التكتيكيه على ارض الملعب، فانه يبدا بكهرباء قد يكون، بس انا شايف انه كهرباء في بعض المباريات ينفع يبدا يعني تاخد منه اللي انت عايزه زي مباراه الزمالك. انا قلت يبدا المباراه وكان لازم ولازم وفعلا ابتدى المباراه في المفرد. لا محمد شريف هو اللي يبدا المباراه لان محمد شريف عنده قصه انه انا محطه هجوميه يعرف يقف على الكوره مش بس عايز مساحته يطير. فالفريق ده ما نضمنش، لكن اللمسات النهائيه بتاعت محمد شريف مش موفقه خلال الفتره اللي فاتت، خلينا متفقين، حتى لو كان في اهداف وده طبيعي. بس اللاعب اللي بيلعب في النادي الاهلي كنت لسه بتكلم قبل الهوا مع احد المتواجدين هنا من الشخصيات المحترمه بيكلمني عن محمد شريف، قلت له فاكر حسام حسن اللي بيعمله دلوقتي مع سموحه وانا جيت هنا قلت صباح الخير مصر؟ لا يصلح للنادي الاهلي. ليه؟ اصل اللاعب مش فنياته بس ومش كوره وبس، عايز تلعب في النادي الاهلي تلعب في نادي الزمالك تلعب في الانديه مش هقول الجماهيريه كمان الانديه الكبيره اللي عايزه بطوله لما تقع تعرف تقف، لكن في لعيبه لما بتقع في النادي الكبير ما بتعرفش تقف، تقف بره ما تقفش في النادي الكبير. فمحمد شريف يعرف يتاقلم مع الاوضاع، عنده صلابه ذهنيه زي ما بنقول في عالم التنس بمناسبه كاس ديفيز ومصر النهارده بتلعب باراجواي، فكره انه الصلابه الذهنيه مهما وقعت تقدر تقف فنيا وتقدر ان انت تجابه اي حد حتى وان كان سوشيال ميديا حتى وان كان ضغط الصحافه والاعلام عليك. فمحمد شريف بيعمل كده، ومحمد شريف لما بينزل بيخدم على الاداء التكتيكي حتى وان لم يسجل ولمساته مش موفقه، لكن لا يقتل فنيا لانه لو سحبته وفهمته ان انت لا مش نافع يعني هقتله فنيا وهتحتاجه انت مش هتلاقيه لان انت اصلا ما عندكش مهاجمين كثر بما فيهم برونو سافيو البرازيلي اللي خلاص بقى بره الليله وعلى الاغلب يعني خلاص يعني هم كانوا مستنيين له غلطه وهي جت. فالفكره في انه انا عايز اعوضه بحد افضل من كده ومش هيحصل ده الا في نهايه الموسم او بدايه الموسم الجديد. فانه لا محمد شريف الاهلي محتاجه، وكمان الحاله الحلوه فيما بينه وما بين كهربا محتاجه لانه ملوش بديل من كلامك كده. فكره انه ملوش بديل وفكره انه برده مهاجم كويس لانه من موسمين كان هداف النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا بسته اهداف وهداف الدوري المصري في اخر نسخه سجل فيها النادي الاهلي لقب دوري منذ موسمين. ففكره انه برده
الخلفية بتاعته قوية. انت عندك لاعب عنده أصلا رصيد يشفع ليه أنه يبقى مع النادي الأهلي، لأنه لو خدنا القصة بفكرة أنه مستوى فني، طب يبقى حمدي فتحي ما كانش يلعب بقى، لأنه فترة من الفترات هو عمرو السولية كانوا عبء على النادي الأهلي على أرض الملعب. مظبوط. لكن الصبر الفني، التعامل من جهاز فني وإدارة فنية مع اللاعبين دول علشان احنا عارفين ان هم كويسين، فيقدروا ان هم يرتقوا بمستوى الفني للنادي الأهلي، وده اللي حصل مع مجموعة اللاعبين الموجودين بما فيهم عمرو السولية وحمدي فتحي وحتى أليو دانج في وقت من الأوقات ومحمد هاني. طب محمد هاني ده الناس كلها قالت يمشي صح، ومع ذلك بيطلع في المونديال يقول انا موجود واسد وهد قدام اي حد وبيلعب بشكل كويس. حسين شحات نفس الكلام، طبيعي ان مفيش حد بيمشي بنفس الخط العالي زي ليفربول، ودينا لينا مثال فيه منذ موسمين ورجع تاني بقى وصل نهائي دوري ابطال اوروبا وهو في المركز 11 في ترتيب جدول الدوري. الحاجه انا شايف ان النادي الاهلي بمجموعه اللاعبين بالمستوى الفني بالعقليه اللي بتعمل بها مارسيل كولر، وما كنتش حابب قوي شخصيته فتره من الفترات، لكن دلوقتي مع ارتفاع الكيرف الفني من اللاعبين مع التعامل البسيط مع اللاعبين لكن بقى بجراءه شويه، فكره انه انا باخد قرار قدام برونو سافيو مش معتمد على لعيب محترف، لكن بدخل تاو لما شايف ان تاو يصلح انه يبقى مهاجم للنادي الاهلي او كجناح للنادي الاهلي. الشخصيه العنيفه او الصلبه بمرونه مع اللاعبين بحب زي مانو جوزيه كده، اعتقد انه الاهلي قادر على الوصول لمكانه محترمه مع مارسيل كولر واللاعبين. عظيم كلامك بيؤكد بان الناس اللي كانت بتقول قبل كده ان دي خامه اللعيبه اللي عندك، لا طبعا مش دي خامه اللعيبه اللي عندك طبعا، هي المساله عوامل نفسيه فقط. يعني مارسيل كولر بيلعب على الناحيه النفسيه كويس قوي بالنسبه للاعبين وفنيا زاد عليهم فنيا برضو. التعامل البدني، فكره انه نقل بعض المباريات لاستاد القاهره كان مهم في توقيت معين، فالقرار مش فكره انه مع ان الناس في التوقيت ده وتحديدا النقاد الرياضيين قالوا له ايه، طيب ماشي نقلنا لك هو ورينا صحيح ووريهم هو ليه الناس بتبص على كل تفصيله انه ما تورينا بقى ليه التحدي حقيقي صحيح. احنا في مركب واحده يعني في الاخر بالظبط، انا بحاول ان انا اطور من فريقي، طب ما نجرب في ملعب تاني طب ما احنا عندنا افريقيا بعد كده في ملعب كبيره، طب ما نجرب بعيد عن استاد الاهلي والسلام. مش معنى كده انه الاهلي واخد حق الانتفاع لاستاد السلام تابع للقوات المسلحه يلعب عليه بعض المباريات، لكن ليه ما اروحش استاد القاهره؟ بالنسبه لي هيكون افيد. اتفضل طبيعي هو استاد بتاع الفرق كلها اللي عايز ياخد يعني، فانه لا هو بدا يلعب على تفاصيله وبدا يفهم عقليه اللاعب المصري اللي هو سواد الاعظم من لاعبي الفريق فريق النادي الاهلي، وفي نفس الوقت اللي محتاجه النادي الاهلي علشان يوصل لمكانه محترمه عاليه مع الاستمراريه. احنا بنتكلم في 21 مباراه 17 فوز واربع تعادلات، مشروع على هزيمه بالنسبه لمارسيل كولر، فانا شايف انه لا فرقه النادي الاهلي فرقه خطيره جدا كمان على لقب الدوري مع العوده مع الضغط المباريات اللي هيكون جاي بعد كاس العالم. لو اتكلمنا عن سياتل ساوندرز النهارده، ايه نقاط الضعف اللي احنا ممكن نشتغل عليها ونقاط القوه اللي احنا ناخد بالنا منها؟ طيب في نيكولاس لوديرو ده صانع العاب امريكي لعب في اياكس امستردام الهولندي ولعب في بوكا جونيورز الارجنتيني، ده المخ اللي بيحرك الحركيه الهجوميه بتيجي من عنده في نص الملعب. نعمل معاه ايه؟ الستاره اللي عملها النادي الاهلي بالثلاثه اللي في نص الملعب الموجودين، حجمه خليه ما يعرفش اول ما يسلم الكره يلاقي ضغط بواحد واثنين عليه. اول ما تحجم العقل المدبر الحركيه الهجوميه هتفسد زي ما حصل في اوكلاند سيتي نيوزيلندي. انا مش لاقي حد يشغل اللعيبه اللي قدام. طب هعمل ايه؟ هبدا اسدد التسديد من بعيد مش هيكون موجود لانه كمان في ستاره قدام رباعي خط الظهر اللي بيتحركوا بشكل مدروس، فكره الفوت وورك او تحرك القدمين انه انا بتحرك في التوقيت القراءه المبكره للكوره. الفريق بتعمل عليه سكاوتنج قوي جدا زي ما قلت، عندهم نهو طولو الراجل الكاميروني من الناحيه الشمال، عندهم جوردان موريس في نص الملعب لاعب قوي جدا، اريجا اللاعب الاكوادوري اللي موجود شفناه في كاس العالم يمكن ما شاركش بس كان موجود في السكواد مع الاكوادور في كاس العالم 2022 في قطر من المدافعين الصلبين، لكن انا شايف ان هو من اللاعبين اللي على واحد على واحد واحد زي عبد القادر ياكلوا يعني ياكلوا وهم عندهم لما بينطلقوا ما بيرجعوش بشكل سريع رغم ان عندهم معدل لقب بدنيه قوي صحيح، ففكره واحد على واحد دي هتبقى في مساحات كتيرة قوي هتبقى موجوده، بس الاهلي ما يتسرعش انه زي ما فكره انه نبدا بكهربا في الشوط الاول، لا الفرقه دي مش هتديك المساحات في الشوط الاول لكن لما تضغط تديك مساحات، والفرقه اللي زي دي لو اتضغط عليها ودخل فيها هدف وفكت مش هتربط تاني على الارض، يبقى في سكور خلاص زي ما حصل كده قدام اوكلاند سيتي خلاص هو بيسلم من بدري لانه عارف كويس قوي انه بيلعب قدام النادي الاهلي بطل افريقيا وفريق حصل على برونزيتين وكده كده الفرقه دي عملت لقب وحيد في الكونكاكاف ولقب ده كان استثنائي وحاجه غريبه قوي ان تتاخد من المكسيكيين بعد 12 سنه، المكسيك محتكره الكونكاكاف اللي هي امريكا الشماليه والوسطى، ما عندوش خبرات ما عندوش جماهير، الجماهير المغربيه ليها دور كبير ومؤثر وبنشكرها بالتاكيد لانها بتدعم مصر في الاساس كاسم مصر وممثلها النادي الاهلي في المونديال، في روح حلوه قوي حلوه جدا وشايف انها ان شاء الله تضيف كمان للنادي الاهلي مش بس النهارده كمان امام ريال مدريد باذن الله ان شاء الله. عظيم حارس المرمى ستيفان فري
ما بيقدرش يصد الكور اللي بتتشاط من بره 18، يعني دي بتبقى سهله بالنسبه له. هل احنا ممكن نعتمد على هذه الكره، خصوصا ان احنا عندنا ناس بتشوط كويس جدا من بره، عندنا السلية وعندنا حمدي فتحي بيشوط من بره 18، عندنا الشحات ما شاء الله. لا لا لازم نديله حقه طبعا. لا حقه حقيقي، خد قرار وقرار كان في وقته. فكره الجراءه والقرار دي بالمناسبه في بعض اللعيبه بتخاف بتفكر، كله كان مركز مع عبد القادر ان الكره رايحه لعبد القادر تاني. صحيح لكن هو راح، ما هو برضو اصل الكوره هي مش كيمياء، بس في نفس الوقت هي تفاصيل. اتحرك بدون كوره تريح اللي مع كوره بس كده. صح حلو يعني ده هي انا صانع العاب، طب انا هديك الكوره ازاي بشكل كويس وانت اصلا مش متحرك لي في المساحه اللي المفروض تتحرك فيها. الكوره زي كده في الكره الطايره او في حاجات اخرى، فكره انه السكاوتنج التحليل الفني بيبقى زي مربعات بس بتفاصيل شويه. فكل مربع انا ما الكوره تبقى هنا في السيتويشن او في الموقف ده المفروض اللاعب ده يتحرك فين واللاعب ده يتحرك فين. الموضوع تقيل شويه وعميق شويه، بس لعبه الكوره دي بتاخد فلوس كتيره قوي علشان تنفذ ده على ارض ملعب. الملعب الكبير قوي اللي انت شايفه ده لا بيتقسم بطريقه مختلفه بالنسبه للاعبين. فلا اللعيبه بتتحرك صح، فكره التحركات بدون كوره اللي بتاخد معاها المدافعين او السكرين اللي بتعمل زي ما بنقوله كده في الباسكت، فكره السكرين تحرك محمد شريف بدون كوره كمحطه بيضيف للاعيبه خط الوسط والاجنحه اللي حواليه. فهي دايره متكامله. قرار التسديد لازم يكون موجود النهارده. الراجل عنده 36 سنه من الاكوادور او ستيفن فيري، لا ده من التشكيله المثاليه كان موجود هذا الامريكي. عنده 36 سنه زي ما قلت، كان التشكيله المثاليه في كونكا كاف، كان افضل حارس في بطوله كونكا كاف. لكن فين كانت امتى كونكا كاف؟ يعني الراجل كان مستواه اتغير بشكل كبير جدا، وزي ما قلنا ما خدوش اي مباراه رسميه منذ اكتوبر من عام 2022. دي اول مباراه رسميه في 2023. الوديات حتى اللي لعبها هذا الرجل، هو لعب وديه واحده من الوديتين امام فريق نمساوي ضعيف جدا ودخل فيه 3 اهداف زي ما حضرتك قلت، فكره انه تسديد عليه من بعيد. فلازم يكون في اوبشن للتسديد بس بشكل مدروس. لما تسدد اللعيبه تبقى عارفه كويس قوي ان ممكن الكره دي ترد، فلازم يكون في تامين، لان هم زي كده 2009 لما كنا في كاس القارات. هيقدروا يلعبوا على المرتده؟ يقدروا. الفريق الامريكي خطير جدا. لسه كنت بقول فكره المثال، امريكا في 2009 في كاس القارات خرجت مصر بعد الفوز على ايطاليا، اما مصر فازت وخسرت من البرازيل 2-3 او 3-4. بس فكره انه احنا خسرنا من امريكا ليه؟ بسبب معدل اللياقه البدنيه بتاعه، ما كانش عندهم كوره بس عندهم جري. فانت فك الفريق ده ان انت تسجل فيه في الاول وتحجمه، وزي ما قلنا الراجل بتاعهم نيكولاس لوديرو، وكمان عندهم فريدي مونتيرو الكولومبي المهاجم، مهاجم تقيل قوي، والبرازيلي هايبر برده من المهاجمين التقال مع رودياز البيروفي، 3 مهاجمين تقال. بس انا شايف انه مدافع النادي الاهلي ياسر ابراهيم مع محمد عبد المنعم مع اللي بيدعمه من نص الملعب الثلاثي اللي هيعمل الستاره، اللي مش هيشغله لوديرو صانع الالعاب، اعتقد انه الاهلي يقدر يحجم خطورته الهجوميه ويقدر يسجل النادي الاهلي، يسجل في الشوط الاول يريح نفسه في الشوط الثاني. ولازم التحرك بدون كره يكون مدروس وصناعه اللعب تكون بشكل رائع جدا في هذه المباراه. لكل حال احنا اكيد كلنا بنلتف حوالين النادي الاهلي، بنتمنى له كل التوفيق في مبارياته الجايه مع النادي الامريكي سياتل ساوندرز. كلنا بنشجع النادي الاهلي، ان شاء الله يا رب تفوزوا ونحقق كمان فوز على اللي جاي ان شاء الله، ريال مدريد اللي بعده كمان. كل الشكر ليك محمد عفيفي الناقد الرياضي على تحليلاتك دايما، وان شاء الله نتقابل في مباراه تانية بفوز ونحتفل بفوز النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. اشكركم، شكرا جزيلا ليك. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي الفقرات. على هامش الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب كان لينا حوار مهم جدا أجرته منى شرقاوي وبسنت الحسيني مع راشد محمد الكوثر رئيس تنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين للحديث عن المشاركة الإماراتية في هذا المعرض. كمان يا محمد اللقاء ده احنا اتكلمنا فيه عن أهمية دعم التعاون العربي والتكامل كمان في مجال الثقافة. شايفين مشاركة عربية كبيرة جدا في المعرض في نسخته 54، شايفين كتاب وناشرين من جميع الدول العربية، وتكلمنا عن يمكن المشاركة القوية لدولة الأمارات العربية الشقيقة داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. لكن خلونا دلوقتي نتكلم عن التحديات اللي بتقابل الثقافة بشكل عام، ولو تكلمنا عن التحديات دي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، في ظل ارتفاع أسعار الورق، أزمة النشر، بنتكلم عن أزمة كبيرة بتواجه
تواجه الكتاب. خلينا نعرف تفاصيلها اكتر وحلولها ايه من سعادة راشد محمد الكوثر الرئيس التنفيذي لجمعية الناشرين الاماراتيين اللي منورنا النهاردة. اهلا بحضرتك يا فندم. يا اهلا وسهلا فيكم. بداية انا حاب اشكركم على هذه الاستضافة ونشكر جمهورية مصر العربية على احتضان العرب دائما وتقديم الثقافة العربية بصورة جميلة ولائقة بهذه الثقافة، ونحن سعيدين دائما بأن نتواجد في مثل هذه التظاهرات الثقافية ونكون جزء من هذه التظاهرة ونقدم شيء بسيط من الثقافة الإماراتية في هذا المعرض. مشاركة كبيرة لدولة الإمارات العربية الشقيقة ومشاركة كبيرة في الثقافة المصرية على مر التاريخ أكيد. خلينا نتكلم مع حضرتك عن التحديات اللي بيواجهها الناشر العربي النهاردة في ظل الأزمات الكتير اللي يمكن بيواجهها أو بتواجهها الثقافة العربية. نعم. إيه التحديات اللي النهاردة الكاتب بيقابلها؟ نعم طبعا نحن اليوم كاتحاد للناشرين الإماراتيين جزء من الاتحاد العربي للنشر وأيضا أعضاء في اتحاد الناشرين الدوليين، فنلمس دائما التحديات التي تواجه الناشر في الوطن العربي وفي العالم كذلك. وكون بأن الشيخة بدور بن سلطان القاسمي هي رئيس اتحاد الناشرين الدوليين وهي أيضا من أسس جمعية الناشرين الإماراتيين في عام 2009 وهي تعتبر قائدة النشر في دولة الإمارات، فهناك اطلاع كامل على التحديات التي تواجه الناشر في المنطقة، فنحاول ونسعى بأن نستفيد من التجارب الدولية في هذا المجال. بكل تأكيد الدول الأجنبية يعني استفادت من تجاربها خلال السنوات العديدة التي قضتها في عمر النشر، وإذا ما تحدثنا عن عمر النشر في دولة الإمارات قد يكون أيضا صغير بالنسبة للدول العربية والدول الأخرى. فاليوم نحن هذا سبب من أسباب تواجدنا في معرض القاهرة للكتاب، هو مناقشة مع الناشرين واتحادات النشر اللي موجودة كيف ممكن أن نتغلب على الأزمات التي تواجه الناشر في الوطن العربي. وحقيقة يمكن أكبر مثال كان هي أزمة كورونا وكيف أثرت على صناعة النشر في الوطن العربي وكيف كان لهذه الأزمة تأثير مباشر على دور النشر وكيف كان تأثيرها المباشر على هذا القطاع تحديدا. ولكن الحمد لله نحن في دولة الإمارات هناك دعم مباشر من الحكومة وإيمان بالحكومة بأهمية الثقافة وكيف ممكن أن ندعم المحتوى العربي، وما بقول محتوى إماراتي لأن نحن الحمد لله في دولة الإمارات همنا عربي، فدائما ما نحرص في دعم المحتوى العربي والكتاب العرب والناشرين العرب في إيصال كتبهم وترجمتها أيضا إلى الكتب الأجنبية. فأحد أسباب دعم الأزمات هي دعم الحكومات لهذه الصناعة، فأعتقد بأن لابد أن تؤمن كل حكومة عربية بأهمية تخصيص ميزانية لدعم الثقافة العربية لأنها كنز يجب أن يظهر للعالم وينقل للعالم بصورة لائقة. أكيد يمكن من قبل جائحة كورونا وفي مشكلة بتواجه الناشرين، وهي يمكن من قبل جائحة كورونا وفي مشكلة بتواجه الناشرين وهي إن في اتجاه كبير للكتب الرقمية وللبي دي اف، وكأن يعني مش لاحقين يخرجوا من مشكلة حتى يقعوا في مشكلة كورونا، بعدها ارتفاع أسعار الأوراق والأحبار والمشكلات الاقتصادية اللي بتجتاح العالم كله. أكيد في بدائل بعيدا عن الدعم اللي بيقدم من قبل الحكومات، هل لو اتكلمنا عن ان احنا نقلل عدد الكتب المطبوعة او نختار كتب قد تكون يعني الصفحات اقل كلفة، ده ممكن يساهم في نشر الكتب والتواجد؟ لا بالعكس، يعني اليوم انا ارجع لأزمة كورونا يمكن فتحت آفاق جديدة للناشر، يعني خلت الناشر أنه يبحث عن وسائل لإيصال المحتوى لأن الكتاب في النهاية محتوى وإيصاله للقارئ. هناك عدة أساليب لإيصاله سواء سمعية أو إلكترونية أو مطبوعة، والآن أيضا هذه الوسائل متاحة بشكل كبير، يعني ممكن أن التقدم التكنولوجي خدم
المحتوى. هنوسع المفهوم، نتوقف عن المفهوم القديم النشر الخاص الورقي، صحيح، هندخل في مجال آخر. وأيضا كان يعتمد الناشر على بيع كتبة في المعارض فقط، في معارض الكتب. الآن لا، منصات التوزيع أصبحت متنوعة وأصبحت إلكترونية، هذا من جانب. الجانب الآخر البرنت أون ديماند، الطباعة عند الطلب، هذه خاصية خدمت الناشر بشكل كبير، ويعني ما صار لداعي أن يطبع كميات كبيرة ويخزنها ويدفع مصاريفها والكتب تتلف، لا، يعني يطبع الكتاب وقت حاجته له. فهذا البرنت اون ديماند لا يؤثر على تكلفة الكتاب، هو تكلفته أعلى شوي، بس أنه بيوفر في موضوع التخزين وفي أمور أخرى، يعني بيحافظ على البيئة كمان، ويحافظ على البيئة أكيد. هذا حل من الحلول. أيضا مثل ما ذكرت، الوسائل التقنية اللي موجودة في العالم الآن، السمعية وغيرها، خدمة الناشر بأنه بسهولة تحويل المحتوى إلى محتوى رقمي. ويعني الآن الهواتف في أيدي الجميع، فمتوفرة وبإمكانه أنه يقرأ الكتاب. فهذه الحلول أتوقع بأنه تدعم الكتاب الورقي. وإذا دائما كان في عندنا تخوف بأن الكتاب الورقي قد يعني يختفي من الوجود، بالعكس، 90% من مبيعات الكتب الآن كتب ورقية في العالم، مش فقط في الوطن العربي. فما زال الكتاب الورقي محافظ على رونقه، ومحافظ على ريحته، ومحافظ على يعني جماله. فلهالسبب نحن اليوم ندعم صناعة الكتاب الورقي، ونحن في الاتحاد ناشرين الإماراتيين نحاول بأن ندرب الناشر الإماراتي على الاستفادة من الأساليب المتاحة في تطوير مهاراته، سواء في التصميم، في تسويق الكتاب. وأيضا لدينا دعم من صاحب السمو حاكم الشارقة، تم تأسيس شركة منصة للتوزيع، وهي شركة مدعومة بالكامل من صاحب السمو، لأن تدعم الكتاب الإماراتي وتسوق له في داخل الإمارات وخارج الإمارات. فهذا أيضا من جانب النقطة الأولى، اللي هي دعم الحكومات للثقافة العربية. إزاي معارض المعارض عامة، وخلينا نتكلم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب بالأخص، يمكن تقرب الناشرين العرب من بعض لتواجد بقى الحلول والأفكار المشتركة، وتواجد أرض كده ما بينهم وما بين بعض لنشر الثقافة العربية لدى المجتمعات. احنا متعودين انه المجتمعات الغربية يمكن هي المؤثرة بشكل أكبر، بسبب طبعا خلينا نقول الجودة في نشر سواء المحتوى الرقمي أو الكتب أو حتى التلفزيون اللي بنتفرج عليه. فالنهاردة زي الناشرين العرب يقدروا أنهم يوحدوا مجهوداتهم لتوصيل الثقافة العربية بشكل إيجابي للعالم كله. نعم، طبعا مثل ما ذكرت في بداية الحديث بأن معرض القاهرة الدولي دائما ما يحتضن الثقافة العربية ويجمع الناشرين العرب تحت مظلة واحدة. وأيضا اتحاد الناشرين العرب له دور كبير في هذا الأمر، بأن يعني يجمع الجهود ويكون في استفادة أكبر. حقيقة نحن سعدنا باستضافة مؤتمر الناشرين العرب السادس في الشارقة، حقيقة مؤتمر جمع الناشرين العرب، ويعني كان لهم صوت في مناقشة المشكلات التي تواجههم وكيف ممكن حلها، وكيف ممكن أن نصل بالثقافة العربية إلى العالمية ونرفع من معايير طباعة الكتب في العالم. فمعرض القاهرة تحديدا هو منصة يعني خلنا نقول مميزة للكتب العربية، من ناحية طريقة العرض، من ناحية تصميم المعرض، من ناحية الزوار المميزين ما شاء الله واللي أعدادهم كبيرة تزور المعرض. فكل هذه الأمور أكيد يعني جهود مبذولة من إدارة معرض القاهرة للكتاب، يشكرون عليها، على أن يوحدون الجهود هذه تحت مظلة واحدة، وكيف ممكن أن نجمع الناشرين العرب تحت مظلة واحدة. حقيقة منذ زيارتنا، يعني من خلال الافتتاح، التقينا بكثير من يعني ناشرين، ونحن أيضا من ضمن الوفد في ناشرين إماراتيين، فالناشرين الإماراتيين يلتقون بناشرين مصريين وناشرين من دول عربية أخرى لبيع وشراء الحقوق لترجمة كتب عربية إلى كتب بلغات أخرى. فيمكن نحن أيضا لدينا موضوع الترجمة جدا مهم،
يعني العام الماضي من خلال معرض الشارقة للكتاب تم ترجمة 1500 كتاب عربي إلى لغات أخرى، فهذه بحد ذاتها نقل للثقافة العربية للعالم. فاليوم يعني قد تكون الإمارات لديها دعم ولكن ما تحتفظ فيه لنفسها، بالعكس تشرك فيه العالم العربي بشكل كامل وتحاول أن تطلع بالثقافة العربية مع بعض. أكيد إحنا بنقول إن لما بنتكلم عن الناشرين مش بنتكلم عن كبار الناشرين، بنتكلم كمان عن صغار الناشرين. نعم. بالإضافة للكلام. نعم. عن كبار الناشرين، معرض القاهرة الدولي خصص جناح كامل لصغار الناشرين اللي. نعم. لم يستوفوا شروط الانضمام للمعرض من حيث عدد الإصدارات كمساهمة ودعم من المعرض لصغار الناشرين. حضرتك متخيل إن الاتحاد العربي للناشرين وأنتم في الإمارات إيه تقدروا تقدموه لصغار الناشرين لدعمهم. نعم. وللتأكيد على تواجدهم في سوق النشر. نعم. سؤال جميل. نحن في دولة الإمارات لدينا مشروع اسمه منصة، وهذا المشروع بدأ تقريبا قبل 3 سنوات بأن ندعم كل ناشر لديه أقل من 50 إصدار، نتكفل بإيصال كتبه والمشاركة بها في كل المعارض وبيعها له بدون مقابل، فيعني يمكن استفاد عدد كبير من الناشرين. وحاليا ايضا في معرض القاهره للكتاب لدينا مجموعه كبيره اكثر من 200 عنوان لناشرين صغار يشقون. كيف يتم اختيار الناشرين؟ الناشرين هم اعضاء لدينا في الجمعيه والباب مفتوح لهم، يعني دون معايير، فقط ان يكون عضو في جمعيه الناشرين ونحن نتكفل باخذ كتبه وبيعها، ولكن يتم اعتماد قائمه العناوين التي يرسلها الناشر ونتكفل ببيعها وتسويقها لزوار المعارض. فمن خلال العام الماضي يمكن شاركنا في 60 معرض يمكن حول العالم، فكانت يعني دعم كبير مثل ما تفضلتي للناشر الصغير ليشق طريقة لعالم النشر. طيب بما ان حضرتك بقى رئيس تنفيذي لجمعيه الناشرين في دوله الامارات العربيه الشقيقه، ايه التسهيلات اللي الناشرين محتاجينها عشان يقدروا ان هم يوصلوا بشكل اكبر يمكن لقاعده اكبر وقاعده جماهيريه اكبر؟ لو نقول الناشر اليوم محتاج بان يبيع كتابه، يعني هو تعب على محتوى وتعب على تصميم وتعب على يعني عقود بينه وبين الرسام وبينه وبين كاتب، فحاب ان هذا العمل يكون له مردود مادي جيد بالنسبه له، وهذا بزنس في النهايه. يعني صح الناشر يقدم ثقافه وفكر ويعني محتوى فكري، ولكن ايضا يحتاج الى عائد مادي ليستمر في هذه الصناعه. ف باعتقادي بأن الناشر إذا ما لقى تسويق جيد لكتابه وبلاتفورم ممكن أن يصل بكتبه إلى القراء بشكل أسرع وبشكل مباشر، باعتقادي بيكون هذا هو أفضل دعم وأفضل خدمة يقدمها يعني الجهات الحكومية يقدمها للناشر لتسهيل كتبه وإيصالها للقارئ، فهو هدفه إيصال الكتاب إلى القارئ. فكيف نحن دورنا اليوم أن نحن نساعده بأن يصل بهذا الكتاب إلى القارئ بأقل التكاليف ويعني بإمكانيات وتسهيل وصول هذا الكتاب واستخدام التقنيات الجديدة في إيصالها، لأن اليوم في بعضنا يقرأ سمعي في أو يسمع كتاب مسموع، بعضنا يقرأ إلكتروني، الآن موضوع البودكاست أيضا وملخصات الكتب أصبحت رائجة في الوطن العربي، فبعض الأشخاص ليس لديهم الوقت الكافي للقراءة فقط يكتفي بسماع المختصر أو قراءته، فكل هذه الأمور برأيي أن يعني مهمة في إيصال المحتوى العربي إلى القراء ونقله أيضا إلى العالمية. لدينا كنوز يجب أن لا نخبئها، بالعكس ننقلها للعالم. أكيد. سعادة راشد محمد الكوثر رئيس التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، شرفنا بوجودك، أهلا وسهلا. شكرا لكم على وجودك معنا وأتمنى لكم معرض موفق. شكرا. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش، موجز لأهم الأخبار يأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تعقد إدارة منتدى شباب العالم اليوم مؤتمرا صحفيا للإعلان عن النسخة 5 من منتدى شباب العالم، وذلك بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبي. وقالت إدارة المنتدى في بيان إن ذلك يأتي استكمالا لسلسلة من النجاحات المحققة على مدار 4 نسخ
أثبت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كافة القضايا التي تشغلهم ولخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات. تتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54 وسط إقبال كبير على زيارة المعرض. حقق معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالا غير مسبوق خلال اليوم التاسع، حيث تخطى عدد مرتديه 500,000 زائر، ليصل عدد رواده لقرابة 2.5 مليون زائر حتى الآن منذ فتح أبوابه للجمهور في 26 من يناير الماضي. أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين زيارة للصين بعد رصد منطاد مراقبة صيني يحلق في سماء الولايات المتحدة، فيما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه انتهاك واضح للسيادة الأمريكية. أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين نظيره الصيني وانغ يي أن تحليق منطاد مراقبة صيني فوق الولايات المتحدة عمل غير مسؤول. من جانبه صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أنه بعد المشاورات مع شركائنا في الوكالات وكذلك مع الكونغرس تم الاتفاق على أن الظروف ليست مناسبة في الوقت الحالي ليسافر بلينكين إلى الصين. قالت الصين إن الثقة السياسية المتبادلة مع روسيا زادت بعد أن زار نائب وزير الخارجية ما تشاو تشو روسيا الأسبوع الماضي ولقائه مع وزير الخارجية سيرجي لافروف. أفاد بيان لوزارة الخارجية الصينية أنها مستعدة للعمل مع روسيا لتنفيذ شراكتهما الاستراتيجية وتشجيع تحقيق مزيد من التقدم في علاقتهما. وقال البيان إن المبعوث الصيني التقى أيضا بنائبي وزير الخارجية الروسي خلال زيارته يومي الثاني والثالث من فبراير، وأضاف أنه تم تبادل خلال اجتماعاته وجهات النظر حول التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وكذلك القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. قالت باريس إنها بالتعاون مع إيطاليا تضعان اللمسات الأخيرة على محادثات فنية لتسليم مشترك لنظام الدفاع الجوي سامبتي مامبا إلى أوكرانيا في ربيع عام 2023. وذكر بيان لوزارة الدفاع الفرنسية بعد اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الفرنسي سباستيان كورنو ونظيره الإيطالي غويدو كورزيتو أن هذا النظام يسمح لأوكرانيا بالدفاع عن نفسها ضد هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ والطائرات الروسية، وذلك من خلال تغطية جزء كبير من الأراضي الأوكرانية. قال متحدث باسم الشرطة في نيجيريا إن ما لا يقل عن 41 شخصا قتلوا عندما اشتبك مسلحون مع جماعات أهلية من المتطوعين الذين يقومون بأعمال حراسة في ولاية كاتسينا بشمال البلاد مسقط رأس الرئيس محمد بخاري في أحدث أعمال العنف قبل الانتخابات الرئاسية. وقال المتحدث باسم شرطة ولاية كاتسينا إن عصابة مسلحة هجمت قرية في منطقة باكوري في الولاية وهربت بالماشية والأغنام إلى الأدغال، وأضاف أن جماعة أهلية محلية احتشدت ولحقت المسلحين مما أدى إلى حدوث هذا الاشتباك. انتهى موجز التاسع، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم. امبارح قناة السويس نفت صحة المنشورات المتداولة عن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها. إيه الحكاية بالظبط؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي يا بسنت. عايزة أقول لك يا شاذلي إن إحنا بدل ما بنحتفي بهيئة قناة السويس أو بقناة السويس إن هي حققت إيرادات في يناير فقط أكتر من 800 مليون دولار، لا للأسف هيئة قناة السويس بتواجه شائعات كتير واللي بدورها نفت هذه الشائعات. أسئلة كتيرة جدا هيجاوبنا عليها الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اللي موجود معانا عبر الهاتف دلوقتي. صباح الخير على حضرتك مع الفريق، أهلا وسهلا. صباح الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أنا ببارك لحضرتك طبعا على الإيرادات العالية جدا اللي حققتها هيئة قناة السويس في شهر يناير فقط وهي الأعلى في تاريخ القناة، لكن حابين نتكلم مع حضرتك على يمكن حقيقة المنشورات والشائعات اللي تم تداولها على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل الاجتماعي، وده طبعا بشأن تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة.
تمام. فهمت طبعا. لا صحه طبعا، وعقد مزيف ويدل على افلاس اللاعبين، ولا حتى مش معقول بطريقه احترافيه. واحنا بناكد للمصريين ومصر كلها ان كان سويس ملك ليهم بما يكفل الدستور، فاحنا بالتالي ما نقدرش ان احنا نعمل عقود او نتفق على اداره قناه السويس من شركات اجنبيه او من اماكن اجنبيه من غير ما يبقى الشعب المصري عارف. وده حتى هو بعيد عن خيالنا خالص، بعيد عن الخيال يعني ان احنا نعمل حاجه كده. طب احنا بندير كويس الحمد لله، وزي ما حضرتك قلت ان احنا الشهر بس يناير حتى السنه دي عاملين زياده حوالي 47% في الايرادات، عاملين 802 مليون دولار. السنه اللي فاتت عاملين 8 مليار دولار، السنه اللي قبلها كان 6.3 مليون دولار. يعني احنا قصدي ان احنا في تقدم والاداره كويسه وماشيه كويس. حصل اكتر من حادثه يمكن بعد ايفر جيفن كمان تم التعامل معاهم بحرفيه من الموظفين وعمال الانقاذ الموجودين في الهيئه. يعني قصدي ما فيش ما يدعو حتى ان احنا نفكر حتى، او هو اصلا الموضوع ده مش موجود اساسا يعني. عظيم. سياده الفريق حضرتك ذكرت كلمه مهمه جدا، ان احنا ما ينفعش نكون بنعمل حاجه ايا كان ايه هي وما نعرفش الشعب المصري او المصريين ايه اللي بيتم بالظبط. حضرتك عارف طبعا ان الشعب المصري مرتبط ارتباط قوي جدا بقناه السويس، يمكن بخلاف اي مشروع اخر من المشروعات القوميه، لان هم اللي حفروها، اجدادهم هم اللي حفروها في القناه الاولى وفي القناه الثانيه. لما احتاجنا تمويل يا دوب بس فتحنا الباب ولقينا الشعب المصري كله بيساهم في تمويل عمل القناه الجديده. تمام يا فندم. طبعا هو كلام حضرتك مظبوط ان احنا من 153 سنه اتحفرت قناه السويس في 10 سنين، وكان ربع الشعب المصري مشترك في الحفر وطواف والسوشيال منهم 120 الف واحد. وبعدين مرت بقى قناه السويس بتاريخ كبير من الحروب، وعشان نسبه سياده مصر على القناه من 56 من بعد تاميم قناه السويس، الحروب كلها كانت بتمر عبر سيناء وقناه السويس. فانا قصدي ان عمليه فعلا زي حضرتك بتقول القناه بتجري عند المصريين مجرى الدم يعني من الشرايين في الشرايين يعني. لكن احنا نقول ايه؟ نقول طب ايه اللي يخلي حاجه زي كده تظهر دلوقتي؟ انا بقول ان هو النجاحات دايما كل مكان ناجح او كل مكان في الدوله بيبقى ناجح بيحاول ان هم يشوهوه، بيحاولوا يصدروا دايما الياس للشعب المصري، وان احنا بالرغم من دي هيئه كسبانه وتحقق نجاحات كل سنه، وكمان بيفكروا ان هم ياجروها ويفكروا انهم يبيعوها ويفكروا انهم يجيبوا حد يديرها. فانا بقول ان هو ايه، احنا كنا لسه اعلنين البيان اللي هو بتاع شهر يناير ده من يومين، بعديها على طول راح نازل عشان ما يسلبش فرصه للشعب المصري. يعني احنا نتوقع كده يا فندم ان مع كل بيان بيطلع بزياده معدل السفن مثلا اللي بتعبر القناه وكده نلاقي على طول شائعه بتطلع. تمام صحيح. يعني صحيح كان هتلاقي كده يعني. فلا احنا نطمن المصريين، نطمن الشعب المصري، القناه بيديرها ناس مصريين وطنيين، والمرشدين مصريين وطنيين، والعمال مصريين وطنيين، ولا يمكن ان احنا نسمح ان حد يقترب من قناه. طب سياده الفريق، حابين حضرتك تطمنا اكتر، مين المسؤول عن اداره وتشغيل وصيانه المرفق الملاحي لقناه السويس؟ هي قناه السويس كلهم مصريين، وانا بقول لك يعني كل العمال وموظفين ومهندسين ومرشدين وعمال الانقاذ والاداره وكل الموجود في هيئه قناه السويس كلهم مصريين. الكلام ده على فكره من 56 يعني ساعه تاميم قناه السويس هو بيديرها المصريين. فهنيجي احنا دلوقتي نجيب ندخل حد اجنبي يدير قناه السويس ويديرها ليه؟ كنا احنا ناجحين في ادارتها، او الدوله ناجحه في ادارتها، او بتحقق نجاحات، الدوله بتحقق نجاحات من خلال هذه المؤسسه، طب تتفرط فيها ليه يعني؟ طيب نتكلم مع حضرتك عن معدلات العبور والارباح خلال الفتره اللي فاتت. تمام يا فندم. طبعا احنا الحمد لله يمكن برضه امبارح كان في عبور احدث سفينه حاويات في العالم، واحده من 11 سفينه عملاقه، سفينه حاويات تبع شركه ايفر جرين، كانت جايه من ماليزيا لهولندا، ودي طولها 400 متر وعرضها 61 متر وحمولتها 224 الف طن وعليها 24 الف حاويه. دي السفينه رقم 11 اول مره تعبر، كان في اخواتها كلهم 10 سفن كانوا عبروا قبل كده. كل ده يدل على الثقه اللي موجوده في قناه السويس وثقه المجتمع الملاحي، وان احنا بنجذب خطوط كمان جديده ما كانتش موجوده قبل كده، عشان كده الاعداد بتزيد. احنا الحمد لله الشهر يناير مثلا احنا في 2159 سفينه بزياده حوالي 21% عن السنه، عن يناير السنه اللي فاتت. الحموله الصافيه 123 مليون طن بزياده 16% عن السنه اللي فاتت، والعائد بالدولار كان 802 مليون دولار بزياده 47% عن العام السابق. طيب حابين نعرف من حضرتك المشروعات اللي بتتم في المجرى الملاحي.
هو طبعا احنا يعني خلينا نقول ان من قناه السويس الجديده طبعا من ساعه ما افتتحت في 2015 وهي كانت السبب او باب الخير اللي اتفتح للقناه ان التصنيف بتاعها يزداد ان تبقى محط الانظار لكل التوكيلات الملاحيه والخطوط الملاحيه انها تعبر فيها. عدد السفن زاد ضاعف العدد. يمكن برضو خلينا نقول ان احنا مش قناه السويس دي جديده من 2014 بيقولوا ان هي ملهاش لازمه وان فلوس المصريين هتضيع وانها مش هتحقق نتائج ودي عباره عن ترعه وكده وكلام ده. طب احنا دلوقتي الارقام بتشرح نفسها وتقول ان لا قناه السويس لولا قناه السويس الجديده ما كناش حققنا الارقام دي، ما كناش حققنا 802 مليون دولار في يناير، ما كناش حققنا عدد السفن اللي عبرت السنه اللي فاتت 23853 سفينه، رقم مهول. الحمولات بتاعت السفن والغواص بتاعت السفن ما كانتش تعبر في قناه السويس بقى بتعبر. فده اولا اول تطوير يمكن بعد التطويرات اللي قبل كده القديمه يعني. وكان طبعا مشروع عملاق للسيد الرئيس افتح السيسي ان يبقى عنده النظره دي انه يتم في سنه، ان لو قعدنا ثلاث سنين كان هيبقى العائد كان هنقعد ثلاث سنين بندفع فلوس عشان نحفر القناه، وكان ساعتها بعد كده الفلوس التكلفه كانت هتزيد. لكن سنه واحده طبعا خلت العائد من اول يوم في افتتاح قناه السويس كان فيه عائد. بعد كده نيجي بعد كده ان احنا طبعا سياده الرئيس اول ما انا توليت قال لي هتعمل ايه في القناه وايه المشاريع التطوير ولو تعمل ايه وبتاع. فانا كنت محضر طبعا الخطه الاستراتيجيه لقناه السويس من اول ما توليت في 2019، قلت ان احنا نطور المجرى الملاحي، نكمل استكمال تطوير المجرى الملاحي، مش هنوقف عند قناه السويس الجديده بس، لازم دايما يبقى في جديد بنعمله ونطور الاسطول الهيئه. التطوير القطاع الجنوبي طبعا اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هم ال 40 كيلو ده، غير ان احنا بنحافظ على 66 قدم من الاعماق اللي موجوده من قناه السويس الجديده. فاحنا بنعمل 40 كيلو بنعمل فيهم زياده او توسيع لجهه الشرق 40 متر، وبنزود العمق من 24 متر الى 27 متر عشان ده هيزيد نسبه الملاحه او التحسن في حركه الملاحه في الجزء اللي هو الصعب ده بنسبه 28%، ويزيد عدد السفن الموجوده في المجرى الملاحي 6 سفن نتيجه ان احنا في البحيرات المره الصغرى بنعمل ازدواج، هيبقى في قناتين زي قناه السويس الجديده يبقى 10 كيلو هينضموا لل 72 كيلو، قناه السويس الجديده ب 82 كيلو. فده مشروع ان شاء الله يخلص اخر السنه دي، احنا شغالين فيه طبعا توجيه من سياده الرئيس وبيتابعوا دايما. برضه ده من ضمن المشاريع اللي العملاء هيشعروا بتحسن ملاحه في الجزء اللي هو ال 40 كيلو في الجنوب دول من مدخل السويس. فاحنا دايما بنعمل خدمه، بنقدم خدمه جيده للعملاء ودايما بنلبي طلباتهم في واحتياجاتهم اللي دايما بيبعتوها لنا وبيقولوا لنا احنا عندنا في النقطه دي عايزين نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا. عظيم. سياده الفريق زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي ان في الرئيس شخصيا مهتم بقناه السويس وانها تحقق اعلى ايرادات، وزي ما حضرتك ذكرت انه في 2019 كان في اجتماع ما الذي تحتاجه الهيئه لتطوير هيئه قناه السويس، فحضرتك قدمت الدراسه وفي مداخلات سابقه حضرتك دايما كنت تقول ان اللي حضرتك بتطلبه سياده الرئيس بيوفر ضعف اللي حضرتك بتطلبه. عايزين نطمن على اسطول الكركات والقاطرات ايضا. حقيقي كلام حضرتك مظبوط. احنا يمكن في اخر لقاء مع سياده الرئيس الشهر اللي فات انا كنت طالب ان يبقى ان احنا نعمل اربع قاطرات جداد. احنا كنا متفقين على 6 مع شركه جوانز الصينيه، في 2 منهم جم والثالثه جايه الشهر ده، وفي 3 هتبنوا في ترسانه بورسعيد فيبقى 6. كنت طالب انا كمان 4، فالرئيس قال لا خليهم 10. دي دايما يعني حاجه دايما لسياده الرئيس يعني بعكس التوقع، يعني دايما احنا لما كنا قبل كده نطلب حاجه يقول لك اي خفضها شويه، سياده الرئيس يقول لك لا قناه السويس الا قناه السويس، قناه كبيره، قناه عالميه، هيئه عالميه، لازم الامكانيات فيها والقدرات تكون على هذا المستوى. فانت عايز 4، انت احتياجك ايه الفعل يعني؟ قلت له انا 10 سنين عاوز يعني 8، قال لي خليهم 10 على طول يبدا المشروع دلوقتي في 4 4 2. هو سيادته دايما ما بيتاخرش علينا، وبعدين بعد كده بقى يتابعك انت عملت ايه وصلت لايه واتفقت على ايه وفلوس كام ودفعت ايه وفضل ايه، طب المشروع ماشي تمام ولا مش ماشي، في توتاته ولا هيتنفذ في توتاته ولا مش هيتنفذ. فعلى طول المتابعه، انا عايز اقول ان هي متابعه تكاد يعني تكون يوميه يعني لقناه السويس لدرجه اهميتها. برضه حته تقول برضه هل احنا ممكن بعد كل ده ان احنا نفرد بقى قناه السويس؟ يعني الرئيس بنفسه بيتابع والشعب نفسه بيتابع قناه السويس، ويبقى في ممكن يبقى في تفريط في قناه السويس؟ لا. فاحنا بنطور تطوير كبير في المجرى الملاحي، بنطور تطوير كبير في الاسطول. كركات طبعا كنا لسه جايبين كركتين، اكبر كركتين في الشرق الاوسط موجودين. فالتطوير مستمر وهيفضل مستمر علشان دايما نلبي طلبات العملاء.
سيادة الفريق، اخيرا بقى يعني الشائعات دي للاسف بتاخد مساحه كبيره قوي بالذات على السوشيال ميديا، حضرتك في الحقيقه ما بتتاخرش انك تطلع وترد على هذه الشائعات، لكن حابين نعرف لو في اجراءات قانونيه هيتم اتخاذ اجراءات يعني ضد هذه الصفحات اللي بدورها بتضر اكيد، يعني مش عايزه اقول بتضر اكيد ما بتضرش بقناه السويس، لكن ناس كثيره بتصدق هذه الشائعات في الاول وفي الاخر. هو طبعا عشان تصديق الشائعات دي احنا على طول يمكن ما تاخرناش ونزلنا على طول منشور الاول ان احنا نكذب هذه الشائعات، يعني امبارح كان الجمعه احنا ما تاخرناش ان احنا ننزل امبارح ورا المشروع على طول التكذيب. لكن حته الملاحقه القضائيه احنا مش هنسيبها طبعا، لان احنا معانا اسماء، هو اللي عارض الموضوع ده منزل اسماء منزل صور، فاحنا هنلاحق الموضوع ده مش عشان حاجه، عشان بس ما فيش حد تاني يفكر انه يبقى يقترب من قناه السويس يعني. وبرده تاني مره هنا انا يمكن قلتها في المنشور، لكن بنهيب الشعب المصري انه يثق في قياداته، يثق في سياده الرئيس، ويثق في القيادات الموجوده الوطنيه الموجوده في مصر، وما يلتفتش غير للقنوات الشرعيه. يعني احنا نزلنا التجديد دوت ومجلس الوزراء بعدين نزل نفس التجديد، ومفيش مش من مصلحتنا ان احنا نخبي حاجه ومش هنعرف نخبي حاجه، فاحنا دايما هنقول لهم الحقائق عشان بس نبعد حته تصدير الاحباط اللي دايما هذه المنشورات او هذه الكلمات يعني تؤثر فيهم. لا احنا الحمد لله احنا لسه بنقول لكم الحمد لله محققين نجاحات كبيره، الحمد لله اكبر عائد بالدولار خلال شهر من شهور السنه، فالحمد لله احدث سفن بتعبر في قناه السويس واكبر سفن بتعبر في قناه السويس، والسيادة الرئيس بنفسه متابع، فيعني الحمد لله احنا مطمنين الشعب المصري، اطمن على القناه بتاعتك، احنا موجودين عشان نحافظ عليها ونزيد العائد منها ونطورها كمان. كل الشكر ليك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بشكرك يا فندم. نتكلم يا شاذلي انه يمكن لو مشينا بالمعدل ده ان احنا يعني معدل النمو ده في قناة السويس، احنا بنتكلم على ممكن تحقيق حوالي 9 مليار دولار في السنة عائد لقناة السويس، هو رقم كبير جدا جدا. الجميل في الموضوع ان في تواصل كمان مع العملاء في الخارج، لو في اي مشاكل بتواجههم لفتح اسواق جديدة لشركات حقيقي لدول جديدة تمر من هيئة قناة السويس، فده جميل كمان زي ما سمعنا من سيادة الفريق، هو بيقول ان احنا بنتواصل دايما مع عملائنا عشان نشوف ايه المشاكل اللي بتواجههم ونساعد في تسليل هذه المشاكل وهذه الصعوبة. كمان بعد ايفر جيفن سيادة الفريق قال انه كان في حاجات تانية حصلت، لكن السرعة اللي هم بيقوموا بيها عشان حل هذه المشكلات خلت فيه جذب وكمان ثقة من جانب العملاء. خلينا نروح يمكن لموضوع تاني كمان يا شاذلي، من كام يوم انطلقت حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، وده طبعا لرفع المناعة المجتمعية ولمواجهة الفيروس، مهم جدا هذه الحملة ولقيت إقبال طبعاً شديد. طبعا بكل تأكيد خلال الفترة أو الحملة خلال الفترة اللي فاتت تم تطعيم 432,100 مواطن بلقاح فيروس كورونا. خلينا نعرف تفاصيل أكثر عن هذه الحملة من الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ شلبي. صباح الخير يا أستاذة بسام، تحياتي لكم ولمشاهدي حضراتكم. صباح الخير على حضرتك. يعني حابين نعرف من حضرتك حملة طرق الأبواب مستمرة لحد إمتى؟ يعني هو الحقيقة إحنا الدولة المصرية حققت كثير من النجاحات في ملف التعامل مع الانتشار الوبائي لفيروس الكورونا الكوفيد 19، والاستمرار هذه النجاحات والحفاظ على الصحة العامة وتقليل أعداد الإصابات وتقليل أعداد الوفيات وأعداد المرضى المحتاجين إلى الدخول في المستشفيات، تنصح منظمة الصحة العالمية باستمرار التلقيح والجرعات المنشطة للمواطنين. فحملة طرق الأبواب هي واحدة من الحملات التي تقوم بها وزارة الصحة للحفاظ على الصحة العامة في التعامل مع فيروس كوفيد، انطلقت في 29 يناير في محافظات المنوفية والمنيا وأسيوط وهنا، وبكرة إن شاء الله هتنضم محافظة القليوبية. خلال الأيام القليلة دي أقل من أسبوع نجحنا في تطعيم ما يقرب من نصف مليون مواطن من خلال الفرق المدربة اللي بتزور التجمعات، البيوت، المولات، الأماكن، محطات القطارات، محطات الأتوبيسات، المساجد، الكنائس، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين اللي بيتم تطعيمهم بالجرعات التنشيطية. عظيم. طيب دكتور حسام، على أي أساس اخترنا هذه المحافظات عشان نبدأ بيها؟ وهل في نيتنا إن احنا نتوسع بحيث إن احنا نشمل كل محافظات الجمهورية؟ هي الحملة سوف تستمر لتصل إلى 27 محافظة. احنا بنبدأ بالمحافظات اللي كان فيها
نسب تطعيم اقل من غيرها بالنسبه للجرعه التنشيطيه عشان نصل بجميع المحافظات الى ما يقرب من الحد اللي اعلنته منظمه الصحه العالميه لضمان الوقايه وهو 70% من الفئات المستهدفه. طب هل بنتكلم يا فندم ان في شروط معينه يمكن للمستهدفين من الحمله لا ما فيش اي شرط، هي القصه مرتبطه بالمرحله العمريه فمن فوق ال 12 سنه ولكل المراحل العمريه. الفكره بس انه من ليس عنده امراض مزمنه ومضى على تلقيح اكثر من 6 أشهر وكان سنه اقل من 60 سنه بياخد جرعه تنشيطيه، اللي عنده امراض مزمنه او سنه فوق ال 60 سنه ومضى على تلقيحه 3 أشهر بياخد الجرعه التنشيطيه. هايل. وهل في لقاحات معينه يمكن بياخدها كمان يعني هل في حاجه مثلا يعني زياده بياخدها مثلا المستهدفين من الحمله دي؟ يعني هي واحده يمكن من النجاحات التي يعني استطيع ان اقول بثقه عاليه انه الدوله المصريه تفردت بها من خلال توجيهات القياده السياسيه والجهد اللي بذلته الحكومه ودار الصحه والسكان والسيد وزير الصحه والسكان ان احنا قدرنا نوفر جميع انواع اللقاحات التي اجازتها منظمه الصحه العالميه. يعني احنا عندنا اللقاحات الفايزر والموديرنا والسبوتنيك الروسي والجونسون اند جونسون والسينوفارم والسينوفاك، بالاضافه الى انه بيتم تصنيف خلال مركز باكسيرا للمرضى واللقاح. هايل. دكتور حسام استاذن حضرتك بس لو تقف في مكان في شبكه عشان نسمع حضرتك بوضوح. طيب المستهدفين من هذه الحمله او من يتلقى التطعيم، هل بنقوم بتسجيله على طول على قاعده البيانات الالكترونيه الخاصه بهذه الحمله بحيث ان احنا نبقى عرفنا مين اخذ الجرعه الاولى والثانيه والجرعه التنشيطيه وكده؟ اه فندم، بيتم التسجيل بشكل لحظي بمجرد تصل الحمله. هي صوت حضرتك غير واضح يا دكتور. حضرتك انه التسجيل بيتم بشكل لحظي بمجرد ما بتصل الحمله الى المكان المستهدف من خلال الارقام المحموله او المتوافر مع الحمله، بيتم تسجيل بشكل لحظي على قاعده اللقاحات بوزاره الصحه والسكان. يعني بنشكر حضرتك طبعا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، شكرا لك يا فندم. دلوقتي مشاهدينا هنروح لفاصل سريع وهنرجع من بعده نكمل باقي فقرات. اهلا بحضراتكم مره تانية. دلوقتي ناخد مجموعه من التعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقتنا النهارده، هل انت من الناس المهتمه بالتربيه الحديثه والتربيه الايجابيه وامتى يجي الوقت اللي انت تقرر انك تصاحب ابنك؟ دلوقتي هنشوف مجموعه من التعليقات اللي جات لنا. سمر حماد بتقول صباح الخير عليكم، اولا انا لسه ما اتجوزتش لكن انصح بمصادقه الابناء من بدايه سنه من عمره لان في هذه الفتره بيتم برمجته بالبيئه المحيطه بيه بكل ما هو جيد وسيء، لذلك نختار له بيئه صالحه ومناسبه له حتى لا نعاني من تربيته. انا عجبني قوي ان هي لسه ما يعني ما عندهاش اولاد لكن عندها وعي بدأ يعني برافو. احنا قلنا بقى يا بسنت ان الكلام حلو، الكلام حلو لكن التطبيق على ارض الواقع هنشوف. طيب استاذ عيد عبد الباري بيقول صباح الخير عليكم، اولا ازاي ابنك يبقى صاحبك لما يكون متربي تربيه صحيحه وحسن الاداء وحسن الخلق وحسن الدين وحسن المعامله وتكون المعامله معاه تخليه يحبك، كل ده في سن 6 سنوات. وانا الحمد لله عندي ولدين خير الصحاب والسند، ربنا يخليهم. في محمد باشا بيقول صباح الخير والسعاده عليكم، صداقه بين الاب وابنه من عمر 10 سنوات. استاذ كحلاوي فتحي بيقول التسامح مع الابناء والتحدث معهم عن ذكرياتي في الصغر بيكون هو مفتاح الصداقه، الحمد لله كلهم احلى اصدقاء، يوسف احمد ومحمود ورندا ربنا يحفظهم ربنا يخليهم لك. اللهم امين. في ادري عبد الستار بيقول كلنا محتاجين التربيه كل الاوقات، محدش وصل للسقف. دي نقطه بقى مهمه، شوف الراجل ده واقعي.
يعني كلنا طول الوقت محتاجين نفضل نربي في أولادنا ونعلم فيهم، مفيش حد خلاص أسس فبيجني في الآخر، لا طول الوقت أنت بتعلم ابنك. محدش وصل السقف تربية على حب الله والوطن وحب العمل. أستاذ الشريف عايش بيقول أكيد في سن المراهقة لأن ده بيكون أخطر سن، والأجيال الجاية لابد لها من مراعاة ورعاية واهتمام من سن 10 سنوات. جميل، طيب دي كانت مجموعة من التعليقات، في انتظار طبعا تعليقات حضراتكم عشان نستعرضها خلال الحلقة. لكن من يومين تم الإعلان عن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في فروع المختلفة في الأدب والشعر والترجمة والقصة القصيرة وكمان أحسن نشر. ده غير كمان يا شاذلي من فروع الجوائز الثقافية، عشان كده احنا النهاردة بنحتفي بهذه الجوائز، وكان لازم نعرفكم على ضيفتنا النهاردة رضوى مبابي، دي فازت معانا او فازت بجائزة الترجمة لأدب الطفل عن عملها يوميات طفل يقرأ. صباح الخير عليك يا رضوى، واهلا بيكي والف الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. صباح الخير عليك يا رضوى. الله يبارك في حضرتك. مبروك مرة تانية. الله يخليك. يعني في البداية حابين نعرف منك الكتاب اللي انت قمتي بترجمته، ويعني هو اسمه يوميات طفل يقرأ، احكي لنا اكتر عنه. انا ابتديت ترجمة الكتاب ان شاء الله من شهر رمضان اللي فات، كان بالضبط ابريل 2022، كان رمضان اللي فات. يوميات طفل يقرأ لكاتب اخذ جوائز، على هو متخصص في أدب الطفل، والرواية خدت جائزة الأعمال الأدبية المتميزة وتحولت لفيلم في 2012، والفيلم فاز بجائزة أحسن فيلم في الطفل، وتعمل كمان جزء تاني للفيلم في 2013. يوميات طفل يقرأ هي ثلاثية، في الجزء التاني ليها اسمها المفصل الأزرق والمفصل الحجري الأزرق والزهور والأغاني. وإن شاء الله هي الترجمة طبعا تبع شركة بيت الحكمة للاستثمارات الثقافية، وإن شاء الله الشركة تسعى لترجمة بقية الثلاثية. الجائزة احنا شاركنا فيها، أنا بصراحة ما كنتش متوقعة يعني إن الفوز يكون ليها، بس الحمد لله التوفيق من عند ربنا، فازت بجائزة أحسن كتاب مترجم في أدب الطفل. هو مترجم من لغة إيه؟ الصيني. الصيني، أوكي. طيب هل بيبقى في تقدم في معرض الكتاب للمشاركة فيها الجوائز؟ يعني أنا بروح أتقدم؟ آه طبعا. آه، إمتى قررتي ده؟ ده هو طبعا مديري أستاذ عمرو مغيث هو اللي خد المبادرة دي وقال لي هنقدم في المسابقة، كان تقريبا من قبل ما معرض الكتاب يبدأ. بس احنا ان احنا نفكر ان احنا نقدم، معنى كده ان احنا عارفين ان احنا عاملين حاجة كويسة ومرشحة كمان للفوز بجائزة. ما هي طالما الجائزة الرواية نفسها في الصين لما المؤلف ألفها خدت جائزة، فده بيبقى معناه ان الرواية مميزة قوية، وعلى هذا الاساس ممكن الناس تختار في الترجمات روايات بالفعل حصلت على جائزه في الصين نفسها، فرص ان هم يحصلوا على جوائز هم كمان بتكون اقرب. بالظبط. ايه اللي شدك في الكتاب ده بالتحديد؟ اللي شدني في الكتاب اولا ان هو بيعكس مشكله مهمه جدا بتعيشها الاطفال في مصر وفي الصين وفي كل حته، ان الاباء بيلتفتوا للعمل وبينسوا الطفل تماما، فهو سايبينه، هو الطفل سابوه مع جده وهم بيروحوا للمدينه علشان يشتغلوا ويسيبوا التربيه لجده. فطبعا هو بيحس بالوحده، وكان بيحلم بيهم ويقوم يبقى مفزوع يقول ماما بابا حاجات كده. فدي مشكله، وحتى دي برضو عندنا في مصر هنا برضو في كتير بيسيبوا الاطفال لدادة او كده. قصه الكتاب بالتفصيل. الكتاب هو الطفل بتبدا القصه مع الطفل مع جده، وان والده ووالدته في بكين للعمل، وهو بيبقى مع جده في الريف، وبعد كده الجد بيتوفى، فبيضطر ان هو ينتقل للعيش مع المدينه، وهنا بقى بيحصل له اضطراب، هو مش واخد على الجو طبعا، وبيتصدم طبعا جدا ان جده خلاص ما بقاش موجود، وبيبقى هو كمان طفل صغير، هو مش مستوعب هو انا جده راح فين، مش عارف. وكان متصاحب على كلب صغير، هو كان معتبر ان الكلب ده هو صديقه يعني. لما اتنقل للمدينة ما كانش قادر ان هو ياخد الكلب معاه، فبرضه في صدمات كتيرة في حياته كتير جدا. بعد كده حاول يتأقلم مع جو المدينة، والكلب رجع تاني معاه،
وفي فترة وفي نهاية القصة الكلب نفسه بيتوفى برضه. فبرضه قصة حزينة. قصة حزينة بس هي بس أكيد في عبرة في الآخر حلوة منها. طبعا هما الأب والأم ما كانوش مقدرين، يعني هما كانوا فاكرين ده مجرد كلب، يعني ما أنا أجيب لك واحد غيره عادي. بس هما ما كانوش مقدرين قد إيه هو متعلق بالكلب ده. فهم قالوا له بعد كده بقى لما الكلب مات وفضل يتكلم معاه فاكر ان هو لسه هيتعالج ويبقى كويس، يعني قالوا له احنا كناش احنا اسفين ليك جدا، ما كناش مقدرين انت قد ايه متعلق بالكلب صديقك ده. والده جاب له كلب تاني زيه وسماه نفس الاسم، لكن برضه هو لسه متعلق بالقديم. طيب تأثير غياب الوالدين، يعني احنا عشان الناس اللي بتشوفنا دلوقتي عايزين نعرف تأثير في هذه الرواية في هذا الكتاب، تأثير غياب الوالدين عن الطفل ازاي كان مؤثر عليه؟ كانت الحالة النفسية بقى صعبة، كوابيس بيقوم يقول بقى ماما وبابا ما كانش عارف يتأقلم مع اللي حواليه. دايما بيبقى فيه في المشاكل في الدراسة شوية. ما بيشوفهمش غير كل سنة مرة، هما بيجوا في عيد الربيع مش هيحكي لهم حاجة عمره يعني. يعني هو كان يعني مكالمات بس عبر التليفون وخلاص وما فيش تواصل يعني قوي. فده طبعا بيأثر على نفسيته بشكل سيء جدا. يعني هنعرف منك تفاصيل اكتر، لكن خلينا نكمل كلام عن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية. وبينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف الشاعر علاء خالد الحاصل على جائزة الشعر الفصحى عن ديوانه العدم أيضا مكان حنين. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. أهلا، صباح الخير. أهلا بيك يا أهلا بيك يا فندم وألف مبروك. الله يبارك فيك، شكرا ليك. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نتكلم عن ديوانك الفائز بجائزة شعر الفصحى. أيوة، يعني هو بص بالاسم كده يعني طبعا فكرة العدم مرتبطة شوية مثلا بفكرة الموت، فكرة الحياة بعد ما تنتهي، هل التصور ايه اللي هيحصل يعني. ففي نوع كده من التأملات يعني اقدر اقول عليها ان نوع من التأملات تجاه حوالين النقطة دي اكتر يعني. ففي نوع يعني محاولة كده لإيجاد ان فكرة ان الحياة ممتدة وان العدم زي ما كان بيقولوا كده دايما فيها ان هو مكان اكتر من ان هو حالة محو، لا ده مكان ويمكن استقراء الحياة من خلاله. فده طبعا ده تلخيص سريع يعني لفكرة الديوان، لكن اعتقد الديوان ممكن يكون فيه نقط تانية بكل تأكيد. امتى صدر وامتى قررتم انكم تشاركوا بيه في معرض الكتاب؟ هو صدر ديسمبر 22 اخر عن الهيئة العامة للكتاب سلسلة الإبداع، وفي نفس الفترة دي قبل ما يتقفل باب التقديم تقريبا كان 1 يناير 23 المسؤول يعني الأستاذ فتحي عبد السميع اللي هو الشاعر واللي هو المسؤول عن السلسلة اقترح إن احنا نقدمه للجائزة. عظيم. أستاذ علاء، يعني الملاحظ إنه خلال الفترة اللي فاتت بقى في عدم اهتمام بشعر الفصحى وبيتجه بعض الشباب من الشعراء الجدد الى الشعر بالعاميه، ده ممكن ياثر ازاي على الشعر الفصحى؟ لا طبعا بيأثر اكيد، يعني عدم الاهتمام طبعا، وبرضه عدم الاهتمام جاي من حاجات كثيره يعني طبعا ان في فكره الاغنيه دلوقتي العاميه، يعني في اشكال كثيره من الاداء الشفهي يعني بيأثر جدا على فكره القراءه طبعا، ده جزء اساسي. الجزء الثاني طبعا برضه ما كانش يعني الجائزه الوحيده اللي موجوده دلوقتي حوالين فعل شعر الفصحى هي الجائزه في معرض الكتاب، يعني كل الجوائز الثانيه الموجوده اللي ممكن تشجع شويه على الكتابه مش مرتبطه اكثر بشعر العاميه. فيعني طبعا ده اكيد في مناخ مؤثر، وبالضروره كمان فكره الصوره دلوقتي بقت حاجه يعني الوثائق. فاحنا محتاجين جوائز ثانيه يا فندم، ده اللي فهمته من حضرتك ان احنا محتاجين يمكن في قله شويه في تقليل في مساحه الشعر الفصحى دلوقتي الان، يعني لا يعني في حاله تمثيل يعني قصدي طبعا في دواوين كتيره موجوده بس اعتقد المقروئيه بتبقى اقل جدا من قبل كده. اللي فهمته من حضرتك استاذ علاء ان احنا محتاجين جوائز اخرى بخلاف جائزه معرض القاهره الدولي للكتاب عشان نشجع الكتابه ونشجع شعر الفصحى مره ثانيه. طبعا ده جزء من الموضوع يعني ده يعني جزء اللي بيشجع اكتر، ده العامل الخارجي ممكن يشجع، لكن طبعا في حاجات كتيره بتاثر طبعا على الوضع يعني. لكن فكره الجوائز الى حد كبير بتعمل حاله انتعاش، بتعمل تلقي الضوء على اسماء، بتشجع الناس طبعا انها تكتب في ظرف طبعا اقتصادي
وحياتي كمان صعب دلوقتي أكيد. فالحاجات دي كلها هتأثر في حاجات كويسة طبعا. شكرا ليك الشاعر علاء خالد الحاصل على جائزة الشعر الفصحى بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. ونرجع مرة تانية لضيفتنا في الاستوديو رضوى. رضوى يعني الكتاب مترجم من الصينية للعربية. الصيني يعني أكيد لغة مش سهلة صعبة طبعا. فأنتي كتاب بحاله أنا مش عارفة كم صفحة، أكيد معدي 300 صفحة تقريبا. خد منك وقت قد إيه عشان ترجميه؟ الترجمة تقريبا حوالي 4 شهور يعني من رمضان. انت كنت حكيتي من من رمضان وخلص بعديها بثلاث شهور يعني. قعدنا ابريل تقريبا 4 شهور 3 شهور ونص. بتعملي ايه بقى عشان تخلصي الكتاب؟ بتاخدي وقت قد ايه؟ هو في الاول في الاول يعني الكتاب بياخد مراحل في الترجمه. في الاول بنكتب زي مقال كده عن الكتاب عباره عن ايه، بيحكي عن ملخص عنه وعن الكاتب، ولو الكاتب خد جايزة ولا لأ، الكتاب خد جايزة ولا لأ. وبعد كده بنقرأ الرواية كلها في حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع، وبعد كده أبدأ الترجمة فيه. أنا كان دايما بحب أن أنا أقرأ الأول قبل ما أبدأ الترجمة. يعني في الأول بجيب أي رواية مصرية عربية أقرأها الأول وبعد كده أبدأ الترجمة علشان أخد الأسلوب، لان في الصيني اوقات كتير بتبقى الجمله بتوصف حاجات بكلام كتير قوي، لكن اللي بيعادلها في اللغه العربيه بتبقى هي جمله واحده بس. لا والثقافه كمان مختلفه. طبعا الثقافه بقى بتحتاج مننا سيرش في الصيني نفسه علشان نعرف هم قصدهم ايه. يعني هنا مثلا في يوميات طفل يقرا، هو كان بيعلمه القرايه الصيني، بيعلمه حكم صيني. فعلشان نوصل بالظبط للمعنى او حاجه ما يشابهها في العربي، دي بتحتاج سيرش كتير، وقت كتير. بعد الترجمه بتيجي مرحله المراجعه. اول مره بتكون مراجعه للترجمه نفسها مع النص الصيني. بعد كده بنفصل شويه بقرايه حاجه او بقرايه حاجه برضو في العربي، وبعد كده بنرجع تاني نراجع عليها. المراجعه الثانيه بقى بتكون مراجعه على الاسلوب، على الاسلوب اللغوي والاخطاء النحويه. لما بتفصلي بالعربي ده بيساعدك على ايه؟ انك تركيزك يروح لحاجه ثانيه فترجعي مركزه ثاني يعني. بالظبط كده. طيب ده عظيم جدا. زي ما الكتابه للطفل مختلفه عن الكتابه بشكل عام، فاكيد الترجمه طبعا للادب مختلفه عن ترجمه ادب الطفل. حاجات في تنتان ميكي وحاجات زي كده علشان تبقى اللغه بسيطه يعني. لان انا عامه انا بحب الادب، انا بقرا ادب من اعدادي يعني. فساعات اوقات كنت بلاقي وانا بكتب اللغه تبقى صعبه شويه على الطفل، فكنت لازم ان انا اقرا حاجه تبقى مناسبه للطفل. انت بقالك قد ايه في المجال ده؟ انا اتخرجت 2016. ترجمت الاول روايه كانت اتنشرت في الهيئه العامه للكتاب 2020. بعد كده بقى بدات رحلتي مع بيت الحكمه الاستثمارات الثقافيه 2022. انا كنت بسالك عشان اشوف انت عاصرتي اجيال كتيره من يعني بداتي من بدري شويه، فلسه انت في الجيل الاول يعني. رضوى، يمكن احنا دايما بنتكلم عن معرض القاهره الدولي للكتاب مناره للعالم كله، انه يجي هنا ويشوف الثقافه مش بس المصريه والعربيه، لكن العالم ينفتح على بعض ونشر كده للثقافه والمعرفه. من ضمن ده احنا حابين ان احنا يمكن ثقافتنا كمان تبقى معروفه لدى العالم اجمع. هل فكرتي انك تترجمي بشكل عكسي، انك تاخدي الروايات العربيه تترجميها للروايات الصينيه؟ الصينية هو يعني هو ده الافضل، ان هو يقوم به حد صيني. لان هو بيكون ادرى الناس باللغه الام. لان ممكن يكون حاجه مثلا فيها لهجه وكده، فده بيبقى الافضل ان هو يكون. واحنا الافضل ان احنا ننقل الادب بتاعهم للعرب. فده بيكون افضل، الترجمه بتطلع بقيمه افضل. هي نشكرك يا رضوى، يعني ألف ألف مبروك. الله يبارك تاني. ويعني إن شاء الله تفضلي كده مكملة ومن نجاح لنجاح. كل شكر ليكي رضوى إمبابي، المتخصصة في ترجمة أدب الطفل. شكرا جزيلا ليك. الله يخليك. بكده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا. بنشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.